السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية اللي مسجلين مقرر تصميم الدواء. المقرر زي ما أنتم عارفين متقسم لثلاث أجزاء، جزء مع الدكتورة نهى وعليه 30 درجة، وجزء معايا وعليه 30 درجة، وجزء مع الدكتور إيمان جابر وعليه برضه 30 درجة. الجزء اللي معايا إن شاء الله بإذن الله هنشرحه في الفيديو ده. والجزء ده المفروض ان هو بيغطي اربع توبكس مختلفين في المقرر، وهي الايزوستيليزم والبرو دراج والكيو سار والكمبيوتر ايدي دراج ديزاين. سريعا عشان الوقت وعشان عارفين ان الناس مزنوقه، فالجزء ده ضغطناه جدا بحيث ان هو ان شاء الله الفيديو ده يكون في حدود ساعه او ساعه تقريبا، بحيث نسمعه ونفهمه، ودي الحاجه المهمه. و احنا بنشرح كمان السلايدز المختلفة، هنقول ممكن الجزء المهم او النقط المهمة في كل سلايد، وفي كل سلايد من السلايدز، وممكن تتسأل ازاي في الامتحان عنها بحيث تبقى الامور واضحة وانت بتذاكر وعارف بتذاكر ازاي وكده. متوقع ان شاء الله باذن الله الجزء ده مبني على الفهم اكتر. فهمته خلاص، يبقى يعني هيبقى انك انت تذاكره مره هتفهمه، وتبقى مراجعه قبل الامتحان مره كمان، ومراجعه الامتحان وخلاص وانتهت، وان شاء الله نخش نجيب الدرجه النهائيه. هنبدا بالكلام على الايزوستيريزم، وهو واحد من الديزاين استراتيجيز اللي هي موجوده في الميديسينال الكيمستري. اكيد سالت نفسك ايه تصميم دواء دون وازاي بيتم وهكذا. واحده من الطرق اللي بستعملها في تصميم الدواء ان انا اعمل حاجه اسمها ايزوستيريزم او ايزوستيريك ريبليسمنت للادويه. تعال نقولها بمثال اوضح بحيث الفكره توصل لك تفهمها بسلاسه. في دراسه مثلا نون ستيرويدال الانتي انفلاماتري، الساليسيليك اسيد كان يعتبر هو البيزك نيوكليس بتاع الاسبرين ديريفاتيفز، الاسبرين والاسبرين ديريفاتيفز. فالفرق بين الاستراكشر بتاع الاسبرين والساليسيليك اسيد ان انا بعمل استيليشن هنا، فيديني مركب له نانو ستيرويدال انتي انفلامتري اكتيفيتي، وبيشتغل كانالجيسك انتي بايروتيك انتي انفلامتري زي ما كلنا عارفين. هل له سايد افكت؟ له سايد افكت على الجي اي تي بالذات والكدني والكارديو فاسكولار سيستم. اهم حاجه في الجي اي تي اللي هو ان هو بيعمل جاسترايتس بلونج تيرم يوز بتاع الاسبرين، بيؤدي الى حدوث البيبتيك السر او كذا. فدي سايد افكت لما فكروا يعالجوها جبنا الاستراكشر بتاع الساليسيليك اسيد ودرس الاستراكشر ده الاستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب، والله فكروا يعملوا تغيير في الاستراكشر ويشوفوا الدنيا هتمشي ازاي. وده اللي بيحصل في الميديسينال كيمستري، ان انا بعمل موديفيكيشن مولكولار موديفيكيشن، يعني اجيب الاستراكشر واغير فيه فاشيل جروب واحط جروب ثانيه. بس الجروب الثانيه اللي بتتحط دي بتتحط على اساس منطقي. اول اساس او اول طريقه من طرق الموديفيكيشن في الميديسينال كيمستري هي الايزوستير او الايزوستيريزم. وكلمه ايزوستير جايه من مقطعين عباره عن ايزو وستير. ايزو يعني ايكوال، وستير يعني فوليوم او ستيريك. فما اشيل الجروب زي الاو اتش دي كده واحط جروب ثانيه، المفروض ان الجروب الثانيه اللي هحطها تكون ايزوستير لينا. التغيير اللي حصل من الساليسيليك اسيد للانسولينيك اسيد، ده موجود طبعا في الاسبرين، ده موجود في الفيناميت ميفيناميك والميكروفيناميك اللي هي برضه نون ستيرويدال انتي انفلاماتري، احسن شويه من الاسبرينز والاسبرين ديريفاتيفز، وفي نفس الوقت اقل شويه في السايد افكت. الموديفيكيشن اللي اتعمل شال الاتش جروب وحط ام اتش 2. لو انت بالمنطق كده جمعت الاتوميك نمبر بتاع الاتوميك ويت بتاع الاو اتش، الاكسجين 16 والهيدروجين 1 يبقى 17، حطيت مكانه نيتروجين 14 ومعاه 2 اتش بي 16، يعني شلت 17 وحطيت 16. الاثنين تقريبا قريبين من بعض في الحجم وكمان في التوتال اتوميك ويت، مجموع الاتوميك ويت هنا 16 وهنا 17، في حاجه بسيطه. اقدر اقول على الاثنين دول كده في الحاله دي كده ايزوستير، اقدر اقول عليهم ايزوستير. طب ايه بقى ايزوستير وباي ايزوستير؟ والله لو الاسبرين ده كده عملت له استايليشن وبعت لي الساليسيليك اسيد، عملت له استايليشن وبعت لي نون ستيرويدال انتي انفلاماتري بيعالج الانفلاميشن، الانسرينيليك اسيد عملت سبستيوشن على الان اتش دي بجروبات هنا مختلفه فاعطاني مركب بيشتغل برضه نون ستيرويدال انتي انفلاماتري، يبقى البيولوجيكال اكتيفيتي ما اتغيرتش، يبقى ذي هاف سيميلر او بوست كومباوند هاف سيميلر انتي انفلاماتري اكتيفيتي، وبالتالي بقول على
التغيير اللي حصل ان هو ايزوستيريك، ايزوستيريك ريبليسمنت، حصل ريبليسمنت للو اتش بي ايزوستيريك جروب، وادى نفس الاكتيفيتي فاقول عليه بايو ايزوستير. كلمه بايو جايه من بيولوجي او بيولوجيكال اكتيفيتي، فلما اقول بايو ايزوستير يبقى هم ايزوستير في الاساس وادوا نفس الاكتيفيتي كمان فهو بايو ايزوستير. نفرق كويس جدا بين المصطلحين عشان هتسال عنهم في الامتحان. اي تعريفات الايزوستير، هنلاقي ثلاث تعريفات. اول تعريف قاله واحد اسمه لانج ماير، وده اعتمد على ان الايزوستير هي عباره عن اتومز اور مولكيولز هاف ذا سيم نمبر اند اور ارينجمنت في الكترون. تعال نشرحها بمثال. يبقى لو عندي اتومز اور مولكيولز لها نفس هاف ذا سيم نمبر اوف الكترونز والارينجمنت بتاعتها واحده، يبقى في الحاله دي بقول عليها ايزوستير. تعالوا نوضحها بمثال. الاكسجين عندي عباره عن 8 16، يعني عنده 8 الكترونات بتتوزع 2 6. الاكسجين انايون اللي هو ماينس 2 ده عنده 10 الكترون. طب تعالوا نشوف الفلورايد، حواليه 9 الكترون بس الفلورايد انايون اللي هو ماينس 1 بيبقى عنده 10 الكترون. طب تعالوا نشوف الصوديوم، الصوديوم الاتوميك صوديوم، الاتوم بتاع الصوديوم فيها 11 ل 23، يعني 11 بروتون و23 توتال اتوميك ويت. الكاتايون بتاع الصوديوم فيه فقد الكترون وتحول ل بلس 1، فبعد ما كان عنده 11 الكترون في الذره بتاع الصوديوم اصبح عنده 10 الكترونات. ونفس الكلام على المغنيسيوم، كان عنده 12 اما يتحول لبلس 2 يبقى عنده 10 الكترونات. فلاحظي كل الانايونز والكاتايونز اللي في الصف الواحد ده كده كلها هاف ذا سيم نمبر اوف الكترون، هاف ذا سيم نمبر، ونفس كمان الارنجمنت، توزيع ال 10 الكترون دول بيتوزعوا 2 في مستوى كي ومستوى ال بياخد 8 الكترون. يبقى عدد الالكترونات في كل الانايونز والكاتايونز الموجوده في الصف الواحد ده كده ذا سيم. وبالتالي اقدر اقول عليها، اقول على الاكسجين ماينس 2 والفلورايد ماينس 1 والصوديوم بلس 1 والمغنيسيوم بلس 2 ان هم ايزوستير. هما ايه؟ ايزوستير حسب تعريف مين؟ لانج ماير، اللي هو هاف ذا سيم نمبر اند ارينجمنت اوف الكترون وهكذا. فناخد المثال ده كده ونفهمه كويس جدا جدا وكفايه. نروح للسلايد اللي بعد كده واللي فيها تعريف ثاني للايزوستير، وقاله واحد اسمه ال ماير. ال ماير قال لي قال ان الايزوستير هاف عباره عن اليمنتس مولكيولز هاف ذا سيم فالنس الكترون، وده تعريف يعني ما اختلفش كتير بس ركز اكتر على الفالنس الكترون لان هي اللي بتحدد الخصائص الفيزيائيه والكيميائيه. كلنا عارفين الحكايه دي كده من دراستنا في التحليليه والعضويه، ان الاوتر موست الكترون او الفالنس الكترون هي الالكترونات الموجوده في الاوتر موست شيل اللي هي بتحدد الخصائص الفيزيائيه والكيميائيه للماده للمركبات. فتيجي نشوف مثال بسيط كده يوضح لنا القصه. ناخد مثلا في الجدول الدوري كل مجموعه، كل جروب بيبقى لها هاف ذا سيم نمبر اوف فالنس الكترون. المثال الاسهل اللي هنتكلم عنه هو مجموعه الهالوجين، واللي كلنا عارفين ان هي متشابهه في الخصائص الفيزيائيه والكيميائيه، والمجموعه دي بتضم الفلورايد والكلورايد والبرومايد والايدايد، كلهم الاوثر موست شيل او الفالنس الكترون عندهم 7 الكترون. يبقى في جروب 7 ايه في البريدكت تيبل هلاقي ان الجروب دي كده كلها بتتشارك في ذا سيم فالنس الكترون، ذا سيم نمبر اوف فالنس الكترون. وكمان لان كلها عندها 7 الكترون ففي التفاعلات الكيميائيه بتميل ان هي تكتسب الكترون عشان تكمل مستوى الطاقه ده ل 8. فبرده كمان كلها لا في الذات، كلها بتكتسب الكترون، كلها متشابهه في الخصائص الفيزيائيه والكيميائيه. اي نعم بتختلف في الحجم، اللي هو الفلورايد صغير اصغر ذره، ثم الكلورايد اكبر منه، ثم البرومايد والايودايد اعلى منه وهكذا. يعني كده بيزيد الاتوميك فوليوم، تمام. بس مع كده ليها خصائص فيزيائيه وكيميائيه، وبديهي جدا في الادويه. لو انا عندي دواء فيه فلورايد وعايز اغير فيه عشان احسن الاكتيفيتي او اقلل السايد افكت، لما افكر اشيل الكلورايد افكرها الفلورايد افكر اشيلها واحط كلورايد اللي بعدها على طول. طب لو عندي كلورايد وعايز اشيلها افكر اشيل الكلورايد يبقى هحط مكانها برومايد اللي هي بعدها على طول، متشابه في الخصائص الفيزيائيه والكيميائيه، او احط مكانها الفلورايد اللي هي برده في نفس الجروب ومتشابه في الخصائص الفيزيائيه والكيميائيه. الماير طلع مصطلح كمان جديد اسمه رينج ايكوفلنت، وهنشرحه في السلايد اللي بعد كده. رينج ايكوفلنت يعني لو عندي دواء فيه بنزين رينج وعايز اشيل البنزين رينج واغير في الاستراكشر، ممكن احط مكان البنزين سايوفين او بايرول او فيورين. معناها ان الرينج دي متشابهه او متكافئه في تاثيرها
على الخصائص الفيزيائيه والكيميائيه، وبالتالي كمان ممكن تدي البيولوجيكال اكتيفيتي ذا سيم بيولوجيكال اكتيفيتي. لو هي غيرت وعطت نفس الفيزيكال كيميكال بروبرتيز بقول عليها ايزوستير. طيب ايه المصطلح بقى بتاع البايو ايزوستير اللي احنا قلناه برضو في السلايد اللي قبل كده؟ البايو ايزوستير هي عباره عن ايزوستير عطت نفس البيولوجيكال اكتيفيتي. التعريف ده اول واحد قاله اسمه تيرنبر، قال ان البايو ايزوستير هي عباره عن جروبس اور مولكيولز which possess similar physical chemical properties and biological activity او biological effects. يبقى بتجمع بين الحاجتين، الفيزيكو كيميكال بروبرتيز بتاع المركبات مع التغيير اللي بيحصل بتبقى ذا سيم او سيميلر، وكمان بتدي سيميلر بيولوجيكال اكتيفيتي. وده المثال اللي احنا شرحناه في الساليسيليك اسيد اللي هو النيوكليس بتاع الاسبرين، والانترانيليك اسيد اللي هي النيوكليس بتاع الفينامك اسيد. تمام، الاثنين كانوا متشابهين ايزوستير 16 و17 16 و17 بيدوا نفس الفيزيكال كيميكال بروبرتيز، وفي نفس الوقت عطوا نفس الافكت اللي هو البيولوجيكال اكتيفيتي، وبالتالي قلت عليهم بايو ايزوستير. طيب عشان نفهم بقى يعني ايه رينج ايكويفلنت، تعال نشوف ببساطه. ادي البنزين رينج، عندي الاثنين كربون دول كده عباره عن رينج ثلاثيه فيها 6 كربون و6 اتشات. لو انا شلت الكربونتين اللي جنب بعض اللي عليهم هايلايت باللون الاصفر الدايره الصفراء دي كده، وحطيت مكانهم صيفين، الاثنين دول مع بعض مجموعهم الاتموت نمبر بتاع ويتس بتاعتهم عندي هنا سي اتش بي 12 و1 يبقى 13، وهنا نفس الكلام يبقى 26، مجموع الاثنين دول كده مع بعض 26. شلتهم وحطيت سلفر بالاتوميك ويت بتاعه 32. مفيش فرق كبير بين الاثنين وخصوصا يعني كويت، كمان الحجم بتاعهم قريب. هتقول لي ازاي؟ هقول لك والله زي 26 قد ال 32 في الحجم. هقول لك والله ان الكربونتين دول مرتبطين بينهم مسافه، يعني الحجم التوتال بتاعهم مش بيشمل بس حجم الكربونه اللي هنا والاتش اللي معاها والكربونه اللي هنا والاتش معاها، لا ده بيشمل المسافه. فكان الدايره دي كلها بتعبر عن الفوليوم بتاع السي اتش اللي هنا والسي اتش اللي هنا مع بعض، والسلفر نفس الكلام. الاثنين تقريبا متشابهين في الحجم بتاعهم، فما اشيل الاثنين كربون ومعاهم الاتشات دي كده واحط سلفر مكانهم واقفل الرينج زي ما كانت، هيطلع لي حاجه اسمها سيوفين. نفس الكلام السيوفين اللي هو 32 شلته وحطيت ان اتش، هتقول لي الله ده الان اتش دي عباره عن 15 14 و1، ده الاتوميك ويت بتاعهم، بس الفوليوم بتاعهم في الفراغ الاتشات دي مرتبطه بالهيدروجينيه وبينهم مسافه، فالحجم الكلي بتاعهم تقريبا بيساوي الحجم بتاع السيوفين بتاع السلفر. فاقدر اقول على السيوفين اللي هنا والبيرول دي ان هم ايزوستير. نفس الكلام الاكسجين ونفس المنطق مع الان اتش، اقدر اقول عليهم ايزوستير. خلاص. طبعا حاجه مهمه كمان ان الجروب اللي هي في البنزيرنج دي كده عامله بوند هنا وبوند هنا، شلتها وحطيت سلفر عامله بوند هنا وبوند هنا، يعني اثنين بوند. شلتها وحطيت ان اتش، والان اتش ايه؟ ثنائيه التكافؤ. خلي بالي الاتش ثلاثيه التكافؤ عامله 3 بوند، سوري الان ثلاثيه التكافؤ بتعمل 3 بوند، انما الجروب دي كده على بعضها اللي هي الان اتش بتعمل 2 بوند بس، يعني عشان تكمل نيتروجين لثلاثي. نفس الكلام شلتها وحطيت اكسجينيه بتعمل 2 بوند. خلاص، فهم متشابهين في الخواص الفيزيائيه والكيميائيه، حجمهم قريب من بعض، فاقول عليهم ايزوستير. اخلي بالي لو قارنت هنا بين الخصائص الفيزيائيه والكيميائيه بتاع البنزين والسيوفين هلاقي ان هم متشابهين الى حد ما، يعني في تشابه هنا 78 هنا 84 مش كبيره قوي، يعني فرق بسيط. هلاقي هنا البوينت بوينت 80 هنا 84، اللوب بي 2 هنا وهنا 1.8 قريبين، وهكذا. حاجه كمان مهمه ان السيوفين ده في التاريخ بتاعه تسميته كلمه سيوفين، البنزين اصلا الاسم القديم ليه كان اسمه فين فين، ولما اكتشفوا ماده السيوفين اتلاقوا ان هي لها خصائص فيزيائيه وكيميائيه قريبه من البنزين، بس كان لما يعملوها تيست للسلفر كانت تدي تيست، فقالوا والله ان هي زي البنزين يعني فين، وزودوا كلمه سايو على اساس ان هي موجود فيها سلفر، فده مع اكتشاف السيوفين وتسميته بالجينيريك نيم اللي كلنا عارفينه. طيب حاجة مهمة، بستعمل الايزوستيريزم فيه والبايو ايزوستيريزم فيه والكلاسيفيكيشن بتاعهم. السلايد دي مهمة جدا، دي ممكن تيجي ام سي كيو. استعمالات البايو ايزوستير او الايزوستيريزم بحسن بيها البيولوجيكال اكتيفيتي، ازود بيها السلكتيفيتي لو عندي مركب بيشتغل على تو تارجتس، بقلل بيها السايد افكت، وبحسن بيها في اوبتمايز الفارماكوكاينتكس اوف ذا ليك كومباوند. عندي مشكله في الابزوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم حاجات زي كده، احسنها من خلال الايزوستيريزم، اجيب الدواء بتاعي واعمل التغييرات، بس التغييرات دي منطقيه ومبنيه على مبدا اللي هو الايزوستيريزم، اللي هو ماشي جروب احط جروب الى حد ما قريبه في الفوليوم،
ولها خصائص فيزيائيه وكيميائيه متوقع ان هي تدي بيولوجيكال اكتيفيتي، ف ذا سيم بيولوجيكال اكتيفيتي فقول عليها بايو اوزوستير، تمام. والبيولوجيكال اكتيفيتي الجديده بتاع المركب الجديد ممكن تكون احسن، فعملت امبروف للاكتيفيتي، السلكتيفيتي بتاعته تزيد فعملت امبروف للسلكتيفيتي، كان في سايد افكت اختفت زي حاله الاسبرين او قلت، فيبقى عملت ريدكشن للسايد افكت وهكذا. طيب سؤال مهم برضو تاني ممكن يجي لك في الامتحان اكيد هيجي لك، يعني الكلاسيفيكيشن، انا اسالك على الكلاسيفيكيشن. تعال نقول انواع الايزوستيريزم عندي نوعين، نوع بسميه كلاسيك او كلاسيكال ايزوستيريزم، ونوع بسميه نون كلاسيكال. الكلاسيكال الميزه فيه طبعا ان هو بالمنطق بيبقى الجروب اللي انا حطيتها الجديده هاف ذا سيم او نيرلي ايكوال ستيريك او فوليوم وليها سيميلر الكترونيك بروبرتيز، يعني ده اشيل جروب بتدي الكترونات يبقى احط جروب بتدي الكترونات، اشيل جروب بتسحب الكترونات يبقى احط جروب بتسحب الكترونات، حجمهم متساوي. فالكلاسيك او الكلاسيكال بايو ازوستير اوبي ذا ستيريك اند الكترونيك رولز، انما النون كلاسيكال ما دازنت اوبي، بقول عليها كلاسيك او الكلاسيكال. انواع الكلاسيكال بتتقسم حسب اذا كانت الجروب اللي انا شلتها دي عامله بوند واحده فاقول عليها مونوفالنت، عامله اثنين بوند داي فالنت، عامله ثلاثه تراي وتترا وهكذا، بالاضافه لمصطلح الرينج ايكويفالنت ده بيعتبر تبع الكلاسيك او الكلاسيكال ايزوستير. طب ايه النون كلاسيكال؟ النون كلاسيكال بقى بالمنطق لا تتبع الستيريك رول ولا الالكترونيك رول، بس في بتديني جروب يعني بشيل جروب واحط جروب مختلفه عنها في الستيريك او الفوليوم، مختلفه عنها في الفيزيكو كيميكال بروبرتيز والالكترونيك بروبرتيز، بتديني مركب له نفس البيولوجيكال اكتيفيتي، فاقول عليها في الحاله دي نون كلاسيك او نون كلاسيكال بايو ايزوستير. امثله النون كلاسيكال سايكليك فيرسس نون سايكليك، هناخد مثال واحد والفانكشنال جروب والريترو ايزوستيريزم. تعالوا نشرح بقى امثله ونقول هتيجي في ازاي في الامتحان. اول مثال اللي احنا شرحناه من شويه سلسليك اسيد وانسرانيك اسيد، دي العلاقه دي كده انا شلت الاو اتش وحطيت ان اتش 2، في الامتحان بديهي هيجيب لك الاثنين جنب بعض ويقول لك والله في ريليشن شيب بتوين ذيس تو كومباوندز او في ايزوستيريك ريليشن شيب، وات از ذا تايب اوف ايزوستيريك ريليشن شيب، فتقول لي تايب اوف ايزوستيريك ريليشن شيب، انا شلت الاو اتش وحطيت ان اتش 2 دي وعطى نفس البيولوجيكال اكتيفيتي، يبقى ده باي ايزوستير على طول. بس اي نوع من الباي ايزوستير، كلاسيك ولا نون كلاسيك؟ والله انا شلت 16 وحطيت شلت 17 وحطيت 16 والاثنين قريبين من بعض في الحجم، يبقى ستيريك زي اوبي الستيريك رول، والله الاو اتش بتدي الكترونات والان اتش 2 بتدي الكترونات، الله ده نفس الالكترونيك افكت، يبقى ده على طول كلاسيكال بايو ايزوستير. طيب اي نوع بقى، المونو فيلنت ولا داي فيلنت ولا تراي فيلنت ولا رينج ايكويفالنت وكده، اشوف الجروب دي كده عامله كام بوند، عامله بوند واحده مع البنزين رينج بقيه المركب، فقول عليها مونو فيلنت كلاسيكال بايو ايزوستير. خلي بالي التصنيف الكلاسيفيكيشن في الامتحان يجي لك الاستراكشر ده تكتب على تحت كده او تختار مونو فيلنت كلاسيكال بايو ايزوستير او بايو ايزوستيريزم، والسؤال هيجي لو جالك يعني تقليدي في الجزء ده كده انه يقول لك وات از ايزوستيريك ريليشن شيب بتوين ذيس تو كومباوندز او تو دراجز، هتقول لي ان هي مونو فيلنت كلاسيكال ايزوستير، او ان انا اجيب لك بقى داي فيلنت تراي فيلنت وهكذا فانت تختار الاصح. طيب مثال تاني للمونو فيلنت، طبعا المثال اللي فات ده كده كان عشان يحل سايد افكت ويقلل الجي اي تي سايد افكت، وده حصل فعلا ان الميفيناميت ميفيناميك اسيد او الفيناميت اقل شويه في السايد افكت بالنسبه للاسبرين. طيب تعال نشوف مثال تاني كده للمونو فيلنت كلاسيكال ايزوستير. الازوبروترينول ده الاستراكشر بتاعه بالشكل ده كده، المركب ده كده لما بيخش الجسم بيحصل له ايه؟ بيحصل له رابيد ميتابوليزم زي ما خدت في الميتابوليزم بحاجه اسمها كوميت كاتيكول امين او مثال ترانسفيريز. بيعمل الكاتيكول امين او مثال ترانسفيريز ان هو بيحط مثال جروب هنا ومثال جروب هنا وبيحول المركب ان اكتف. طيب عشان احافظ على البيولوجيكال اكتيفيتي وعشان امنع اللوس للبيولوجيكال اكتيفيتي عشان ازود الهاف لايف بتاع المركب بتاعي راحوا عملوا يشالوا الاو اتشات وحطوا كلور. الكلور ده ما ينفعش يبقى سايت للميتابوليزم، يعني ما ينفعش الكوميت يشتغل عليه، ما يقدرش يعمل له ميثيليشن، هيعمل ميثيليشن ازاي الكلور؟ فانا قفلت كده ميتابوليك باسوي، قفلت ميتابوليك باسوي وعملت ستابلايزيشن للازوبروترينول ده وزودت الهاف لايف. يبقى في الامتحان يجي لك ازاي؟ يجي لك الاثنين جنب بعض ونسالك والله فيه ايزوستيريك ريبليسمنت تمت؟ اه. طب اي نوع؟ هي كلاسيكال ولا نون كلاسيكال؟ الايزوستيريك ريبليسمنت هنا كلاسيكال وفي نفس الوقت مونوفيلنت لان كل واحده فيهم عامله بوند واحده. هتقول لي ده 35، اه 35 اتوميك ويت بتاعه وده 17، ده فرق كبير جدا، ده الضعف. اه بس الفوليوم بتاع الكلور وده اللي يهمني الستيريك.
فوليوم بتاعه قد تقريبا الاكسجينايه مع الهيدروجينايه مع المسافه اللي بينهم بوند. فانا عامل اكسجينايه وفي مسافه وبعد كده هيدروجينايه، لما باجي احسب الفوليوم كله بحسب الفوليوم بتاع الاثنين انكلودنج المسافه بين التو اتومز، فالتوتال فوليوم بتاع الجروب دي كده قريب من الكلور وفي نفس الوقت مونوفيلنت، وبالتالي وبيدي نفس البيولوجيكال اكتيفيتي في بقول عليه بايو ايزوستير كلاسيكال مونوفيلنت. تمام. السؤال اللي ممكن تتساله في الامتحان ايه العلاقه، فتقول ان دي مونوفيلنت كلاسيكال ايزوستير بايو ايزوستير. طب الله ايه المشكله اللي اتحلت هنا؟ هتقول لي على طول ان هو الرابيد ميتابوليزم بتاع الويتش. دي اتحلت مهمه جدا جدا وانت بتذاكر، يهمني نوع البايو ايزوستيريزم اللي حصل ويهمني كمان المشكله اللي اتحلت. مهم جدا رابيد ميتابوليزم للويتش جروب بالكوميت اللي هو شورت هاف لايف. ممكن بقى اقول لك كده رابيد ميتابوليزم اوف ايزوبروتينول تقول لي صح، ممكن اقول لك الشورت هاف لايف تقول لي صح، ممكن اقول لك البروبلم اللي اتحلت ان انا عملت اكستنشن او عملت برولونجيشن الاكشن بتاع الازبروترينول اكيد صح. تمام. وهكذا. مثال تاني طبعا دي الميتابوليزم بتاع الازبروترينول بالكاتيكول اوم ميثايل ترانسفيريز، ان هو بيعمل بينقل ميثايل جروب من اسمه حتى الانزيم ميثايل ترانسفيريز، فبيحط ميثايل جروب وبيشتغل فقط على الكاتيكول. يعني ايه كاتيكول؟ اللي هو بنزيرنج عليها اثنين اوتش جنب بعض زي ما خدت في الاورجانيك، فده ما بيشتغلش الا لما يكون بقى عندي بنزيرينج على اثنين اوتش جنب بعض. طب لو فصلتهم وحطيت الاوتش هنا وقلت لك رسمت لك سهم وحطيت عليه كوميت، اكيد لا مش هيحصل ميتابوليزم بالكوميت. طيب مثال تاني بقى للدايفيلنت كلاسيكال بايو ايزوستير، تعال نشوف الكلينودين واحد من الانتي هايبرتنسيف بيشتغل سنترالي، بيشتغل على سنترالي على الالفا 2 ريسبتور والميدازولين ريسبتور. المركب ده انتي هايبرتنسيف كويس جدا جدا، بس في عيب ان هو بيعمل سيديشن، بيعمل سيديشن. فايه المشكله دي احلها ازاي؟ احلها بان انا افكر اغير في الاستراكشر. فما فكروا يغيروا في الاستراكشر فراح عملوا ايه؟ شالوا الان اتش جروب دي كده وحطوا جروب ثانيه مكانها اكسجينيه. الان اتش مجموعهم مع بعض 14 واحد يبقى 15 والاكسجينيه 16، قريبين من بعض في الاتوميك ويت. ده كمان زي ما قلنا الفوليوم بتاعهم مع بعض الاثنين دول مع بعض قريب من الاكسجين زي ما شفنا كده في البيرول والسيوفين والفيوران والبنزين في الرينج ايكوفلنت بتاع ايرلين ماير. المركب اللي طلع جديد ده كده اسمه رينيدين، الانتي هايبرتنسيف والسيديشن بتاعه او السيديتيف افكت سايد افكت بتاعه قليل عن الكلونيدين. ماشي. يبقى تاني لو جت في الامتحان يجي لك الاثنين مع بعض، هتتسال يقول لك اي نوع من الايزوستيريز، ما هتقول لي دايفيلنت كلاسيكال بايو ايزوستير. ايه المشكله اللي اتحلت كده؟ والله كان الكلونيدين هاف سيداتيف افكت، لانه كان الافكت بتاعه او الكلونيدين كان هاز لو اي 1 على الفا 2 ريسبتور. لو اي 1 على الفا 2 ريسبتور معناها ان هو بيروح للالفا 2 اعلى ويروح للاي 1 ريسبتور بشكل قليل. تمام. يبقى هنا المقام بتاعه كبير والباص بتاعه قليل. تمام. اللي هيحصل لما حصل الايزوستريك ريبليسمنت كده الريشيو دي زادت، يعني معنى كده ان الريلمنيدين راح للاي 1 ريسبتور بشكل اكبر وراح للالفا 2 ريسبتور بشكل اقل، وبالتالي قلت السيديتيف افكت او قلت السيديشن اللي بيحصل من الريلمنيدين. طيب مثال تاني للكلاسيكال ايزوستير اللي هو البريبسيكام لما حولته للسيوفين، هنقول على ده كده هو مش مكتوب تحت اسم بس هنقول عليه السيوفين انالوج اوف بريبسيكام او السيوفين ايزوستير اوف بريبسيكام. لو لاحظت التغيير اللي حصل ان انا جيت على البنزيرنج اللي هي باللون الازرق دي كده شلتها وحطيت السيوفين. طيب ايه اللي حصل معاها؟ حصل معاها انكريز في الهاف لايف او البلازما هاف لايف. يبقى بدل ما كان البريبسيكام بيحصل له ميتابوليزم ويقل الهاف لايف بتاعه، رحت شايل البنزين رينج اللي هي كان ممكن يحصل لها ميتابوليزم هنا وتحط عليها اوتش كده بالميتابوليك انزيم، وحطيت سيوفين اللي هو ما بيحصلوش بنفس الكيفيه ميتابوليزم بنفس الكيفيه، بس ممكن طبعا يحصل له بكيفيه في اماكن اخرى. تمام. معاها زاد السيوفين انالوج اللي طلع جديد ده كده، زاد الهاف لايف بتاع البيروكسيكام انالوج ده كده، يعني اصبح الهاف لايف بتاعه او البلازما هاف لايف بتاعته اعلى، وبالتالي بدل ما كنت هاخد ده مثلا مرتين او ثلاثه لا هاخد ده مرتين او مره في اليوم. تمام.
طيب عرفنا ان الايسكرينيك اسيد قوي كديوريتيك، وفي ميزه كمان عن معظم الديوريتكس ان هو ما فيهوش سلفوناميد مويتي، وبالتالي الناس اللي عندها حساسيه من السلفا دراج ممكن تاخده. طب ايه العيب اللي فيه؟ العيب اللي فيه ان هو تلاقي ان هو له سايد افكت اللي هو بيعمل هيباتوتوكسيستي. المويتي اللي احنا عاملين عليها السيركل دي كده اسمها مايكل اكسبتور سايت، واللي هي بتتفاعل مع الليفر بروتين بيحصل وهو في الليفر الايسكرينيك اسيد بيحصل ميتابوليزم، فالمويتي دي كده بترتبط بالليفر بروتين وبتغير شكل البروتين، وبيصبح البروتين ده انتيجين بالنسبه لجسم الانسان، وبيتهاجمه الاجسام المضاده في جسم الانسان، ويحصل انفلاميشن في الليفر وبيحصل هيباتوتوكسيستي. طيب اتغلب على المشكله دي ازاي؟ جابوا الاستراكشر بتاع الاسكرينيك اسيد وفكروا يغيروا فيه. طبعا ممكن انت اشيل البنزيرنج دي واحط جروب ثانيه زي ما قلنا، اشيل الكلور واحط فلور، ده ايزو سيرك ريبليسمنت. من ضمن التغييرات اللي عملوها ان هم الجزء اللي عندي ده كده اللي هو مسؤول عن التوكسيستي كان لازم اغير فيه، بحيث ان هو لان هو ده الاساس، هو ده المسؤول عن التوكسيستي او الهيباتوتوكسيستي. فايه اللي عمل؟ راحوا عملوا ايه؟ عملوا سايكلايزيشن الجزء ده كده، طيب تاني سريعا، ده مثال للنون كلاسيكال بايو ايزوستير، وهو من نوع سايكليك فيرسس نون سايكليك. هنفهم يعني ايه سايكليك فيرسس نون سايكليك. المثال اللي قدامي ده كده الدراج من الدايوريتكس اسمه ايسكرينيك اسيد، وده واحد من لوب دايوريتكس، وده قلنا ميزاته ان هو ما فيهوش سلفونامايد، بينما الغالبيه العظمى من الدايوريتك فيها سلفونامايد مويتي في الاستراكشر بتاعها، فبتعمل عرضه للناس اللي هي عندها حساسيه للسلفا دراج، بيبقى يعني كونترا انديكيتد في الحالات اللي زي كده معظم الدايوريتكس الموجوده في السوق. الايسكرينيك اسيد ميزه فيه ان هو ما فيهوش الحاجه دي كده، ما فيهوش سلفونامايد، فهو بيقدم ميزه على باقي الادويه. كمان هو لوب دايوريتك قوي، فهو من الحاجات القويه اللي هي كدايوريتك، بس في عيب بتلاقوا مع استعماله اللي هو بيعمل سايد افكت خطير اللي هو الهيباتوتوكسيستي. بيعمل هيباتوتوكسيستي، جايه منين الهيباتوتوكسيستي؟ لما درسوا الاستراكشر بتاعه فتلاقوا ان في المويت اللي احنا عاملين عليها المربع ده اسمها ايسايلينون مويتي، ايسايل جايه من اثنين كربونول، ايسايلينون سايل اين اون، عشان في دبل بوند وفي الاون اللي هي الكربونيل اللي قدامي ده كده. المويت دي كده اللي في المربع بيسموها مايكل اكسبتور سايت، دي بتتفاعل مع الليفر بروتين بأديشن رياكشن، يعني الدبل بوند دي كده بتتفتح وتتكون بوند ما بين الـ CH2 دي كده والبروتين. لما بيحصل كده بيبقى شكل البروتين اتغير، واصبح الجسم بالنسبه الجسم الجهاز المناعي في جسم الانسان يهاجم البروتين ده كفورم بروتين، ويحصل انفلاميشن ويحصل الهيباتوتوكسيستي اللي هي بتصاحب الاسكرينيك اسيد. عشان يتغلبوا على المشكله دي كده عملوا ايه؟ كان ممكن اعمل تغييرات طبعا زي ما قلنا في كذا مكان، وكلها ايزوستيريك وكلها كلاسيكال، بس لا، هنا في الاستراكشر ده راح عملوا ايه؟ قفلوا الاربعه كربون اللي هنا دول كده، ادي كربون 2 3 4، قفلوهم في صوره رينج خماسيه وحطوا سلفرايه، حطوا ذره سلفر، فاصبح عملت انا سايكل بعد ما كان المركب اوبن. عشان كده بقول عليه ان الايزوستيريزم اللي هنا او البايوزوستيريزم اللي هنا سايكليك فيرسس نون سايكليك. انا عملت سايكلايزيشن للمويتي اللي هم الاربعه كربون مع ذره كبريت، فاصبح طلع عندي حاجه اسمها سايوكلين. الدبل بوند بتاعتي بتاع السايلينون موجوده، موجوده، بس موجوده في صوره اروماتيك سيستم اللي هو السايوكلين، ودي ستيبل وما ينفعش تتفاعل. يعني كانت المشكله في الدبل بوند اللي هنا في الايسكرينيك اسيد ان هي ممكن تتفاعل مع ليفر بروتين بأديشن رياكشن عادي، هنا لا، بقت فيكسد في اروماتيك سيستم، ما ينفعش تتفاعل مع الاروماتيك سيستم مع الليفر بروتين، وبالتالي مفيش الهيباتوتوكسيستي اللي هي كانت مصاحبه. لو جالك في الامتحان حاجتين مهمين في كل الامثله اللي احنا قلنا عليهم، نوع البايو ايزوستريزم اللي حصل، الريبليسمنت اللي حصلت نوعها ايه؟ هل هي كلاسيك او كلاسيكال ولا نون كلاسيك؟ تمام؟ فالمثال اللي قدامي ده هتقول نون كلاسيك. طب اي نوع من النون كلاسيك؟ انا خدت ثلاث انواع من النون كلاسيك زي ما شفنا في السلايد اللي كان فيها كلاسيفيكيشن. النوع ده اسمه سايكليك فيرسس نون سايكليك نون كلاسيكال ايزوستير. يبقى سايكليك اللي هو الرينج فيرسس الاوبن اللي هو نون سايكليك نون كلاسيكال باي ايزوستير. السؤال الثاني بقى اللي اتسال عليه، ايه المشكله اللي اتحلت؟ والله هتقول لي ان الايسكرينيك اسيد كان بيعمل هيباتوتوكسيستي، انما السايوفين انالوج of isocrinic acid does not cause أو produce hepatotoxicity. نيجي للي بعد كده، دي بعض الأمثلة المجمعة،
وتحتها في الكلاسيفيكيشن على طول، ودي ممكن برضو يجي لك في الامتحان منها. اجيب لك مثال كده، الديزبرامين والنور تريبتايلين، ده مثال ليه. هتلاحظ كده ان في هنا عندي ان عليها اتشايه وعليها ميثايل ومرتبطه ببقيه المركب. نفس الكلام هنا، بس هتلاقي في هنا دبل بوند، وهنا هنا دبل بوند، وهنا سنجل بوند. يعني كان في نيتروجينيه هنا عامله 3 بوند اهي، شلتها وحطيت كربونه عامله ادي بوند وبوند، ويعتبر دبل بوند تحت كده. لما شلت النيتروجينيه كانت ثلاثيه التكافؤ، اما حطيت الكربونه دي كده كاني عملت ريبليسمنت لحاجه ثلاثيه التكافؤ في حاجه قريبه منها في الحجم. والاثنين الديزيبرامين والنور تريبتايلين الاثنين تراي سايكليك انتي ديبريسنت، فبيدي نفس الفعاليه البيولوجيه، وبالتالي بيقول عليهم تراي فيلنت كلاسيكال بايو اسيستد. خلي بالنا من الامثله دي كده، مهمه جدا وممكن يجي منها في الامتحان في اسئله الاختيار بتاعت الامتحان. ده الجزء الاول. الجزء الثاني من المحاضره وبرده مهم جدا، اللي هو البرو دراج، وده كلنا عارفينه او سمعنا عنه او بيسموه دراج ريتنشن. والبرو دراج ده كده ان انا يبقى عندي دراج واعمل له موديفيكيشن عشان يتحول ل ان اكتف فورم. الان اكتف فورم دي كده عشان احل بيها مشكله، احل بيها مشكله ماشي. طب ايه اللي بيحصل؟ يبقى طبيعي انا عندي دراج اكتف، باخد الدراج الاكتف ده كده واعمل له كيميكال موديفيكيشن فيتحول لبرو دراج ان اكتف. ان اكتف بره جسم الانسان، اما يروح جسم الانسان بيفضل ان اكتف لحد ما يحصل له حاجه اسمها بنقول عليها بايو ترانسفورميشن او ميتابوليزم، ويديني الاكتف دراج تاني. طب ايه اللي انا بعمله وليه بعمله؟ اللي انا بعمله ده كده ان انا احول الدواء من دراج اكتف لبرو دراج عشان اتغلب على مشكله او احسن حاجه في الدراج بتاعي، احسن الاكتيفيتي، اقلل احسن سوري الفارماكوكاينيتكس، الابزوربشن ديستريبيوشن، ميتابوليزم اليمنيشن، اقلل توكسيستي، ازود الاستابيليتي، سهل يبقى اعمله فورموليشن بسهوله وهكذا. انما كده كده طبعا بعتبر البرو دراج زيرو اكتيف، او الاكتيفيتي بتاعته زيرو في بشكل عام يعني. طيب جنب البرو دراج طبعا في حاجه اسمها نان برو دراج. النان برو دراج دي بتضم السوفت دراج والهارد دراج، اللي هي الادويه الاكتيف، ودي بيقع فيها جزء كبير جدا من الادويه اللي احنا بنستعملها، واللي هي مش موجوده في صوره برو دراج. يبقى تاني انا عندي برو دراج وعندي نان برو دراج. النان برو دراج بيشمل السوفت دراج، ودي اغلب الادويه الموجوده في السوق اللي هي اكتيف وبتتحول بسنجل ميتابوليك دي اكتيفيشن تو اكتيف كومباوند. يبقى تاني سوفت دراج معمول كاكتيف كومباوند لو اكتيفيتي، يخش جسم الانسان واكتيف يدي الايفكت ويحصل له باي ترانسفورميشن او ميتابوليزم ويتحول ان اكتيف كومباوند. طب الهارد دراج هو برده نفس الكلام، نون برو دراج لو اكتيفيتي يبقى برده اكتيف كومباوند، بس الهارد دراج نوت سسبتبل تو ميتابوليزم. مش زي يعني بالمقارنه بالسوفت دراج، هو عكسه، ده اكتيف وده اكتيف، بس ده بيحصل له السوفت دراج بيحصل له يتصمم عشان يحصل له ميتابوليزم ويحصل له ميتابوليك دي اكتيفيشن، انما الهارد دراج ما بيحصلوش ميتابوليك دي اكتيفيشن، ودي عيب على فكره مش ميزه، لان معناها ان الدواء بتاعي ده كده افويد الميتابوليزم، وبالتالي الهاف لايف بتاعه طويل. هتقول لي ايه العيب في كده؟ العيب في كده ان انا مش قادر اتحكم في الدوز والفريكوانسي بتاع الدوز وهكذا، وكمان وجود دواء او كيميكال في جسم الانسان ما يحصلوش ميتابوليزم معناها ان يبقى صعب التخلص منه، ازاي يحصل له اليمنيشن وهكذا. وبقائه في جسم الانسان يبقى عرضه ان هو حتى ولو بعد فتره ان هو يتفاعل مع حاجه، مش هنقول يحصل له ميتابوليزم، بس ممكن يحصل له رياكشن مع اي جزء في الجسم يدي توكسيستي في على المدى الطويل، لان هو كده كده الجسم مش هيتخلص منه. تمام؟ طبعا لان هو الهارد دراج ما بيحصلوش ميتابوليزم، المفروض ان هو في الليفر ما بيديش توكسيك ميتابولايت كالعاده زي الادويه اللي هي في الغالب بيحصل لها ميتابوليزم. نرجع تاني، وجود دواء فتره طويله، ودي في الريسيرش حصلت بعض الحالات مثلا، كنا ذاكرين مثال منها بس عشان نقلل البرزنتيشن حذفناه، ان هو دواء مثلا ممكن يقعد في جسم الانسان الهاف لايف بتاعه مثلا 14 يوم. دي حاجه كويسه كاكتيفيتي، لو انا واخد حاجه للصداع او بتعالج الانفلاميشن لمده 14 يوم، بس بقاء كيميكال في جسمي عرضه على المدى البعيد ان هو يتفاعل او يعمل اي مشاكل على المدى البعيد، وكمان بقاؤه ده طالما ما بيحصلوش ميتابوليزم ويتحول لبولار كومباوند هيطلع في اليورين ازاي؟ اللي هي القاعده العاديه يعني. نخلي بالنا من الفروق بين البرو دراج ان اكتف بيتحول لاكتف، هارد دراج اكتف ما بيتحولش، وسوفت دراج اكتف بيتحول ان اكتف
في الغالب سنجل ميتابوليك ديجنيشن. البرودراج ليه بستعملها؟ بستعملها عشان احل مشاكل زي المشاكل اللي قدامي كده، البور ابسوربشن وديستريبيوشن، البور سيلوبيليتي، اللايكوسايت سبيسيفيتي، رابيد الالمنيشن توكسيستي، كيميكال ستابيليتي، والبروفيشنت اكسبتنس. هناخد مثال لكل واحده فيهم سريعا. السلايد دي عن انواع البرودراج، ان انا عندي نوعين من البرودراج، حاجه بيسموها كارير لينكد وحاجه اسمها بايو بريكيرسور. الفرق بين البرودراج كارير لينكد او بايو بريكيرسور هو ان انا في الكارير لينكد انا عندي دراج نزل السوق، هو اكتف كومباوند ونزل السوق، بس ليه مثلا ان هو بيعمل زي مثلا كده النانسترويد بتعمل جاسترايتس او بتعمل السر على المدى البعيد. عالجها ازاي؟ فاخدوا الاستراكشر وراحوا عملوا فيه موديفيكيشن، ربطوه بحاجه مثلا او حولوه لانكتف فورم، فده بيقول عليه كارير لينكد برودراج. طب ايه البايو بريكيرسور؟ الفرق بين الكارير لينكد والبايو بريكيرسور ان البايو بريكيرسور دواء نزل السوق واكتشفوا بعد كده في الميتابوليك ستادي بتاعته والميتابوليزم والاكتيفيتي ان فيترو وان فيفو ان هو بره الجسم انكتف وجوه جسم اكتف، يعني لازم يمر بميتابوليزم ويتحول لاكتف فورم جوه جسم الانسان. فتاني البايو بريكيرسور ما اتعملش ونزل السوق وتلاقوا فيه سايد افكت مثلا فحبوا يعالجوها فغيروه وعملوا برو دراج، لا ده هو اوريدي بطبيعته هو من الاول خالص هو ان اكتف كومباوند، والفعاليه بتاعته في التاريخ كانت مبنيه على ان هو يعني ما ظهرش كده الا بعد دراسه الميتابوليزم بتاعته ان هو لا ده هو مش هو الاكتف اللي احنا بنديه، لا ده لازم يحصل له ترانسفورميشن في جسم الانسان ويتحول ل اكتف كومباوند. مثال مشهور اللي هو النابيوميتون، ده واحد من نانو ستيرويد الانتي انفلاماتوري، كانت الناس بتاخده بيعالج الصداع والانفلاميشن وكده وفاكرين ان هو اكتف كومباوند. بعد كده في دراسه الميتابوليزم اكتشفوا ان المركب اللي هو النابيوميتون، النابيوميتون الاستراكشر ده مش اكتف ان فيترو، يعني ما بيعملش انهبيشن للانفلاميشن بره جسم الانسان. لو خدته وجبت سايكل اوكسجينيز انزيم كوكس 1 و2 وعملتهم مع بعض في المعمل ما يعملش انهبيشن للانزيم ده. فلما درسوا الميتابوليزم تلاقوا ان في ميتابولايت، ميجر ميتابولايت بياخد البريفيشن كده 6 مانا اللي هو المسؤول عن الاكتيفيتي. فالنابيوميتون ما كانش نزل السوق فلاقوا فيه سايد افكت فخدوه فغيروه وعملوا منه البرودراج اللي هو موجود حاليا في السوق. لا ده اوريدي هو كومباوند ما فيهوش كارير ولا لينكر، كان ما كانش مصمم عشان يحل مشكله، ما كانش فيه مشكله اصلا في الاساس عشان يحلها، بس الدواء ده اللي بيتاخد هو ان اكتف ولازم يحصل له ترانسفورميشن لايد الاكتف كومباوند زي ده كده، بس ده اتصمم بعد مشكله ما نزل الدواء السوق وجرب وتلاقوا فيه سايد افكت مثلا الابزوربشن بتاعه قليل فحبوا يحسنوه فيه فعملوا موديفيكيشن بناء على المشكله دي. ده الفرق بين البايب بريكيرسور والكارير ليمت. السلايد دي طنشها، نبدا نذكر في البرودراج امثله ونقول ايه المطلوب منك. في الجزء ده كده هتلاقي كيميكال ستراكشر، والناس اللي بتكره الكيميكال ستراكشر مش مطلوب منك في الامتحان ترسم اي كيميكال ستراكشر ولا حاجه، بس مطلوب منك اما اجيب لك الفالسيكلافير وهجيب لك تحتيه حتى الاسم كمان تسهيلا، لما اجيب لك الفالسيكلافير تبقى عارف ان ده برودراج مش اكتف وتبقى عارف الاكتف فورم بتاعته ايه. فالاسيكلافير جاي من الاسيكلافير عباره عن الاستراكشر اللي قدامي ده كده في اتش جروب الكحول في اتش، سهل جدا ان انا اعملها استريفيكيشن مع الفالين، ده حمض امين امينو اسيد مشهور. الفالين كاسنشال امينو اسيد ده مهم وعشان يكون في الجي اي تي ويحصل له امتصاص، بيحصل له امتصاص من خلال كارير لينكد او كارير ترانسبورت. فايه المشكله اللي كانت في الاسيكلوفير بعد ما نزلوه السوق؟ البايو افيلابيلتي بتاعته اللي هي ما بتزيدش عن 30 40%. طبعا معناها ان في جزء جدا كبير من الدراج هيضيع مش هيمتص. حابوا يتغلبوا على المشكله دي ازاي؟ اللي هي الباد ابزوربشن او البور ابزوربشن بتاع الاسيكلوفير، راحوا جابوا الفالين اللي هو الجزء الازرق ده كده، وده عباره عن امينو اسيد، يعني في امينو جروب هنا وكان فينا كربوكسيل جروب. الكربوكسيل جروب دي كده فعلتها مع الاو اتش وطلعت الاستر اللي انت شايفه، الاستر يبقى كربونيل مع اكسجينيه، فاصبح الجزء الازرق ده كده فالين مرتبط بالاسيكلوفير، فوجا منه الاسم كده الجينيريك ده فالين، فالاسيكلوفير، فالاسيكلوفير. البايو افيلابيلتي بتاع الفالاسيكلوفير تقريبا 100%، وتقريبا حتى كده بيقولوا الاورال دوز بتاعته او الاورال روت بتاعه ايكوفالنت للانترافينس روت، يعني اعلى حاجه
وامتصاص كبير، الجرعه بتاعته طبعا صغيره، اعتقد مش فاكر تقريبا 100 مللي جرام او حاجه زي كده، مربوطه بالسنشال امينو اسيد، فده هيتسحب بالكارير، والكارير شايل الاسنشال امينو اسيد ده كده، هيشيل معاك كمان الاسايكلوفير اللي هو الموتي ده، فده كانه كارير، الجزء الازرق ده كانه كارير، شاله ودخل البلاد، حصل هيدروليسيز للايستر ده ورجع الاسايكلوفير، بس بعد ما وصل البلاد والبايو افيلابيلتي بتاعته اتحسنت بشكل كبير جدا جدا. طبعا ده دراج بيستعمل في علاج الهيربس سيمبلكس، وايه الهيربس سيمبلكس فيروس، و الثاني في الامتحان ممكن تسال على الجزء ده ازاي، تتسال عنه يجيب لك الاستراكشر بتاع البرودراج واسالك عنه، ده برودراج برودراج. طب البرو دراج ده اي كلاسيفيكيشن ممكن اسالك عنه؟ الكلاسيفيكيشن للبرو دراج هنا بتعتمد على المشكله اللي تم حلها، يعني هنا اقدر اقول بس ان ده هو الفالاسيكلافير عشان احل بيه مشكله ابزوربشن وديستريبيوشن بروبلم، ابزوربشن وديستريبيوشن بروبلم، امتصاصه مع وجود الكارير ده الاسينشال امينو اسيد ده كده هيبقى ممتاز، الديستريبيوشن بتاعه كمان في الجسم ودخول الخلايا هيبقى ممتاز جدا، فيبقى كده حليت absorption and distribution problem. البايو افيلابيلتي كانت قليله جدا، البايو افيلابيلتي هنا في الفالسيكلافير وصلت 100% ايكوفالنت للاورال روت، حصل امبروفمنت في البايو افيلابيلتي من 3 ل 5 تايمز. تمام، تاني لو جالك في الامتحان يجي لك الاستراكشر واسالك على البروبلم، ايه البروبلم؟ والله كان الاسيكلوفير هاز لو اورال بايو افيلابيلتي، الابسوربشن بتاعه كان سيء. مثال تاني الدوبامين، ده لو سالتك عنه تقول لي برودراج برودراج، ايه المشكله اللي حلها؟ ديستريبيوشن بروبلم، ايه المشكله اللي كانت في الدوبامين؟ في علاج الباركنسونيزم محتاج ازود تركيز الدوبامين في جسم الانسان سي ان اس، بس تلاقوا ان الدوبامين ده كده في الصوره بتاعته دي كده هاز بور ابزوربشن، وكمان ان هو في البي اتش بتاع البلاد بيبقى ايونايز فما بيعديش البلاد برين بارير. طب ايه الحل؟ الحل ان انا اكمل بس كده الاستراكشر واحط الكربوكسيل جروب الزرقاء اللي انتم شايفينها دي كده، فاصبح عندي كربوكسيل جروب جنب ال ان اتش 2 فاصبح شبه الامينو اسيد، وبيتنقل ال ان دوبا او الليفو دوبا اصبح شبه الامينو اسيد، امينو اسيد ديريفاتيف شبه تقريبا التيروسين، فبالابزوربشن بتاعه الترانسبورت بتاعه جوه جسم الانسان والخلايا وكده بيتم من خلال كارير لينكد او كارير ترانسبورت، وبالتالي حسنت المشكله اللي كانت موجوده في الدوبامين اللي هي الخاصه بالديستريبيوشن والباد بنتريشن او الباد ديستريبيوشن للسي ان اس وعدم قدرته على انه يعدي البلاد برين بارير، لا ده انا حطيت ال دوبا اللي هو يتنقل بكارير ويدخل سي ان اس وجوه بقى يحصل ديكربوكسيليشن ويتحول لدوبامين عادي زي ما بيحصل في طبيعه جسم الانسان. تاني لو جالك في الامتحان الدوبا هسالك عن المشكله، هتقول لي والله المشكله ديستريبيوشن بروبلم ماشي، او المشكله ان كان عندي دوبامين بولر كومباوند وما بيعديش البلاد برين. مشكله تانية السوليبيليتي النورتازيبام، لو لما حبوا يعملوا فورموليشن لانه هو لايبوفيلك وما بيدوبش في الميه، فكانت دي مشكله كبيره، فعملوا موديفيكيشن في الاستراكشر بتاعه، عملوا حطوا كربوكسيل جروب على الكربونه دي اهي رقم ثلاثه دي كده، والكربوكسيل جروب راحوا مفعلينها مع بوتاسيوم هيدروكسيد فتحولت لبوتاسيوم سولت بقى ووتر سولبل. الله، يبقى هنا المشكله اللي كانت عندي اللي هو البور او الانسولبيلتي بتاع النورديازيبام از انسولبل ان ووتر، ودي طبعا خلي بالنا ان دي فورميليشن بروبلم مالهاش علاقه بتحسين التوكسيستي بروفايل بتاع المركب او الاستابيليتي او حاجه زي كده، لا انا عندي دواء اكتف حولته لبرو دراج الهدف منه بس ازود السوليبيليتي بتاعته بره الجسم، ودي فورميليشن بروبلم او بيحل بيها مشكله السوليبيليتي اللي هي كانت مرتبطه بالفورميليشن، انا مش عارف احول او اعمل فورميليشن للنورديازيبام في سوليوشن مثلا، انما الكلورديازيبيت بوتاسيوم ده ووتر سولوبل سهل جدا ان انا اعمل سوليوشن، واكيد السوليوشن ده هيبقى مظبوط فيه الجرعه بتاعته كويس جدا جدا، ده ما ينفعش يدوب في الميه او ما بيدوبش في الميه، فصعب جدا ان اعمل منه فورميليشن ووتر سيلفر فورموليشن تتاخد بجرعات مظبوطه وما يكونش بيرسب زي السسبنشن او وهكذا. فتاني نخلي بالنا ان دي المشكله اللي هنا كانت البور او الانسيلابيلتي بتاعت النورديازيبام في الووتر، حالتها ازاي؟ بان انا حولتها للكلورديازيبيت بوتاسيوم اللي هو ووتر سيلفر سولت. طبعا جوه انا يعني المشكله دي بتحل مشكله الدراج لحد ما يوصل جوه جسم الانسان، يعني كانت انا عملت فورميليشن في سيرب
في سيميوشن سهل جدا، ادي نص مللي ربع مللي 10 نقط مش عارف ايه، بمجرد ما يخش المعده بيبدا يتكسر تاني ويرجع لنوردازبام، وكده انا حليت المشكله بتاعتي اللي هي تثبيت جرعه، وان هو يكون في فورميليشن ووتر سيلبل كلير، سهل جدا اخدها بجرعه مظبوطه احسن من ناخده في صوره انسولوبل او سسبنشن، ويبقى صعب جدا لدواء قوي زي ده كده اللي بيشتغل على سي ان اس ان هو يحصل فيه ان الجرعه بتاعته ما تكونش مظبوطه، او اخد جرعه فتطلع كبيره وجرعه ثانيه تبقى تطلع صغيره وهكذا. مثال تاني للبرودراج اللي هي بتحل مشكله السايت سبيسيفيستي. انا عندي الفورمالدهيد واحد من الالدهايدز اللي خدناها في الاورجانيك، واللي له انتي بكتيريال اكتيفيتي وله انتي فانجل وله انتي فايرال تقريبا كمان، يعني قوي جدا لدرجه ان هو بيتفاعل مع اغلب المايكرو اورجانيزم ويعمل لها دي اكتيفيشن او يقتلها. بس الفورمالدهيد لو خدته انا اورال كده اكيد هيعمل مشاكل في المعده والجهاز الهضمي وهكذا، وقبل ما يوصل الدم او يوصل الكدني اللي فيها مشكله كان هيحصل له ميتابوليزم، يعني مجرد ما يعدي على الليفر هيتحول لفورميك اسيد او في الجي اي تي او هكذا، فما ينفعش يتاخد بصورته دي كده. راحوا محولينه للهكسامين، تمام. الاستراكشر بتاع الهكسامين اللي هو قدامي ده كده عباره عن 6 ميثيلين جروبس اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 وهكذا سي اتش 2. الهكسامين في شكله ده كده اقدر اخده في فورميوليشن يروح الجسم لو عندي بي اتش اقل من 5، وده ما بيحصلش يعني خارج المعده الا في الكدني لما يكون فيها انفكشن، يعني الهكسامين موجود في الفورات اللي هي كان يعني اعتقد كان موجود يعني بيتاخد في صوره انتريك كودد وفي الافرفيسنس جرانيول، مش فاكر اي فورم موجوده في الصيدليه دلوقتي، بس الهكسامين بشكله ده كده بيتاخد على معده فاضيه الاول عشان اضمن ان المعده البي اتش بتاع المعده مش تحت الخمسه عشان ما يتكسرش، واذا اتكسر بيتكسر جزئيا بعد ما يمتص ويعدي في البلد يلف في جسم الانسان، ما فيش مكان فيه بي اتش هيكون اقل من 5 الا الكدني في حاله اما يكون فيها بكتيريال انفكشن، تمام. يعني هو ستيبل في البي اتش 7.4 بتاع البلد ما فيش اي مشكله. كمان نخلي بالنا اليورين بي اتش تقريبا اراوند 6، يعني الانسان الطبيعي اللي هياخد فوار او انتريك كوتد فيها هيكسامين هتروح الكدني مش هيحصل لها ديجراديشن وتديني الفورمالدهيد. امتى يحصل ديجراديشن؟ اما يكون في بكتيريا انفكشن في الكدني، بيكون البي اتش بتاع نتيجه الاكتيفيتي بتاع البكتيريا والميتابولايت اللي طالعه منها الاسيتيك ميتابولايت، فتخلي اليورين بي اتش اقل من 5، اللي هي عندها يبدا الفورمالدهيد او الهيكسامين يتكسر ويتحول لفورمالدهيد اللي هو هي يتفاعل او هيقتل البكتيريا والميكروبات اللي عايشه في الكدني في الحاله دي، لحد ما كل البكتيريا دي تموت والميتابولايت بتاعتها اللي هي مسؤوله عن الديكريز اللي حصل في البي اتش بتاع اليورين يروح، وبالتالي يفضل الهكسامين ستيبل في حالته العاديه وما يتكسرش، تمام؟ ممكن يكون الفورموليشن الكلورينال، بس خلينا نرجعها ونتاكد ان في هكسامين كواحد من الكومبوننت بتاعت الكوليورينال افرفيسنس جرانيول. طيب نيجي كمان الاستابيليتي الهيتا سيلين، ده استراكشر كبير خالص وراه الهدف من الهيتا سيلين اتعمل كبرودراج من الامبيسيلين، كان الهدف منه ان انا ازود الاستابيليتي بتاع المركب. الامبيسيلين لو انتوا عارفين كمضاد حيوي بعد ما يتفك من الميه المفروض ان هو بيقعد في الثلاجه بس اسبوع بعد كده بيترمى. السبب في كده ان عندي ان اتش 2 دي كده بتهاجم البيتا لاكتام اللي هي الرينج الرباعيه دي، ودي هاي السترين بيتقال عليها السترين، يعني ضغطها تحت ضغط كبير. ليه؟ لان البوند انجل فيها 90، الطبيعي ان البوند انجل دي كده 108.5، فضغطتها ووصلتها ل 90 وكلهم 90، فهي تحت السترين بيتقال عليها تحت السترين، مع اي اسيد او بيس بتفك على طول وتتكسر البوند دي، ولو اتكسرت يبقى حصل لوس الاكتيفيتي، عشان كده بعد السبع ايام المفروض يترمى. طيب ال NH2 دي كده سهل جدا تهاجم ويحصل انترا مولكولر اتاك وتكسر نفسها بنفسها، ويحصل ان يحصل لوس الاكتيفيتي مجرد ما هو في السسبنشن فورم في الثلاجه بعد سبع ايام يترمى. طيب عايزين يتغلبوا عليها راحوا عملوا موديفيكيشن، جو على ال NH دي وال NH2 دي كده وحطوا الجزء الاحمر ده اللي هو جاي من الاستون في الاساس، يعني كاني اسيتون فعلته مع ال NH وال NH2 دي كده فطلع الهيتا سيلين. بالشكل ده كده المركب اللي طالع ما عادش فيه ان اتش 2 تهاجم البيتا لاكتام رينج وتكسرها، فزادت الاستابيليتي. ده كمان تلاقوا له ميزه الاميدازول رينج دي كده او الاميدازولين رينج، الرينج الخماسيه دي كده وجودها زادت معاه قدره الهيتا سيلين ان هو يقاوم البيتا لاكتاميز، تمام.
فزادت قدرته على ان هو يقاوم البيتالاكتاميز او الاستابيلتي بتاعته قصاد البيتالاكتاميز انزيم، وبالتالي اقدر اخده للبكتيريا اللي هي عندها ريسيستنس من الامبسيلين. مثال كمان للبرودراج اللي هو الازاثيوبرين. الازاثيوبرين بالاستراكشر اللي قدامنا ده كده كان في الاساس اتعمل كبرودراج عشان اوصل الميركاتو بيورين او 6 ميركاتو بيورين اللي هو امينو سبريسنت لجسم الانسان. طبعا لما كان بيتاخد ال 6 ميركاتو بيورين كان بيحصل له رابيد اليمينيشن او كويك اليمينيشن، وعشان كده الهاف لايف بتاعه قليل، فعطوا الازاثيوبرين اللي هو بيحصل له يبقى بيحصل له تحول جزئي، الجزء الازرق ده كده الاميدازول رينج دي كده اللي عليها مثال والنيترو تتكسر وتطلع لي 6 ميركات بيورين بس سبونتينيوسلي بدون اي انزيمات. ده تفاعل بيتم بدون اي انزيمات مع وجود ده في الجسم، مع وجود الازاثيوبرين في الجسم يحصل سلو ريليز او سلو ديجراديشن ويديني 6 ميركات بيورين اللي هو الدراج بتاعي الاساسي. والسلو ديجراديشن ده كده بيديني حاجه بنسميها السستيند اكشن او السستيند ريليز للاكتيف فورم. يبقى تاني ايه المشكله لو جالك في الامتحان وجالك الازاثيوبرين، ايه المشكله اللي اتحلت؟ والله الشورت ديوريشن بروبلم او الشورت ديوريشن بتاع ال 6 ميركاتو بيورين او الكويك اليمينيشن بتاع ال 6 ميركاتو بيورين او الشورت هاف لايف بتاع الست، كلهم كل المصطلحات دي كده في الاخر متكافئه في المعنى. مثال كمان للبرودراج اللي بتحل المشكله اللي هو البور بيشنت اكسبتابيلتي. احنا عددنا طبعا حوالي 7 استعمالات للبرودراج، ده المثال السابع الكلورامفينيكول بالميتيت. في الاساس الكلورامفينيكول كانتي بايوتيك قوي وبرود سبيكترم، بس في مشكله اللي هو الطعم بتاعه بيتر تيست، وبالتالي مش مناسب لاستعماله وخصوصا في الفتره بتاع الاطفال. طبعا في كومنتات كتير على استعمال الكلورامفينيكول بشكل عام الوقت، واعتقد ان هو اتوجه بس للفيترينري يوز وان كان بيستعمل في بعض الحالات، بس في فتره من الفترات زمان لما كان بيستعمل كلورامفينيكول كان موجود حتى سيدوستين وميفنيكول او الكلورامفينيكول سسبنشن وكان بيتعطى للاطفال، فكان المشكله ان هو طعمه مر جدا، وكان يعني لو عندي عيل صغير هياخد الكلورامفينيكول او كتب له كلورامفينيكول كانت لو خد اول جرعه وجرب طعمه ما بياخدش كلورامفينيكول تاني، فعملوا موديفيكيشن فيه. المهم عندي اتنين او اتش هنا، الاتش الزرقاء دي كده والاتش الحمراء، راحوا عملوها استريفيكيشن. يعني استريفيكيشن ده كحول على طول، افكر اعمل له برودراج يبقى على طول استر على طول، فحطوهم على البالميتيك اسيد. البالميتيك اسيد ده عباره عن 16 كربون سي 15 اتش 31 سي او اتش، يعني 16 كربون، عملوا استريفيكيشن وطلعوا جزيء ميه وتحول لكلورامفينيكول بالميتيت. اي حاجه عشان تحس بطعمها لازم تكون بتدوب بارشالي في السلايفا عشان اللسان يقدر يترجمها لطعم وتقول ان ده طعم حلو او مر او حاجه زي كده. اللي حصل ان انا خدت كلورامفينيكول في 2 او اتش وبولر ويقدر يتوب بارشالي في السلايفا، لا حولته لايستر لايبوفيليك، ولايبوفيليك بيقيس بكربوكسيليك اسيد لونج تشين اسيد، فقللت السولوبيتي جدا بتاعت الكلورامفينيكول لما حولته لايستر ده، وبالتالي لما يتحط على في البق مش هيدوب بارشلي في السلايفا وبالتالي مش هتحس بطعمه. ودي استراتيجي لذيذه في حكايه ان انا احول الادويه اللي طعمها مر او طعمها وحش لادويه تيستلس ملهاش طعم، ويبقى قبول البيشنت اللي هو البور بيشنت اكسبتابيلتي، اعمل اوفركام البروبلم دي كده واتغلب عليها بان انا اقلل السلوبيتي. يعني عندي بشكل عام اي دواء طعمه سيء طعمه مر طعمه مش عارف كذا ده مبني على ان هو بيدوب بارشلي في السلايفا، فلو حولت الصوره ان سولوبل يبقى سهل، بس يهمني ان الصوره الانسولوبل دي تقدر ترجع تاني للاكتف فورم جوه جسم الانسان، مش هحول الصوره انسولوبل ما يحصلهاش باي ترانسفورميشن، ان انا احول الصوره ان سولوبل وهكذا يبقى حليت المشكله بتاعتي. اخلي بالي لو جالك الكلورامفينيكول بالميتيت في الامتحان هتتسال عن ايه ده برودراج برودراج الاكتف فورم كلورامفينيكول، ايه المشكله اللي حليتها؟ البور بيشنت اكسبتابيلتي ماشي، او الفيري بيتر تيست بتاع الكلورامفينيكول. طيب نيجي بعد كده الكلاسيفيكيشن، كمان في كلاسيفيكيشن للبرودراج. احنا قسمنا البرودراج لكارير لينكز و باي بريكيرسر. طب الكارير لينكد ممكن تتقسم حسب طبيعه الدراج بتاعي. اما جيت حطيت الكارير او حطيت المويه الجديده اللي هتحول الدواء بتاعي لبرو دراج، حطيتها من خلال تفاعل كيميائي بيحصل على جروب موجوده في الدراج. يعني زي ما شفنا من شويه كده الكلورامفينيكول كان فيه او اتش، فما حطيت عليه دورت على حاجه تتفاعل معاه، دورت على حاجه فيها كربوكسيل جروب عشان تتفاعل مع الاو اتش وتديني استر. ففي كلاسيفيكيشن تاني للكارير لينكد برو دراج،
حسب طبيعة اللينكر اللي تم والتفاعل اللي تم عشان احول البرودراج، ان انا عملت استريفيكيشن او عملت استر لينك او امايد لينك او امين اذر بوندز. الباي بريكيرسور تاني هنرجع نقول بس كده ان الباي بريكيرسور ما كانش فيه مشكله. الباي بريكيرسور اوريدي هو ان اكتف كومباوند ما تصممش عشان يكون ان اكتف، ده هو اكتشفنا بعد كده ان هو الصوره اللي بيديها دي كده مش اكتف، وان هو لازم يحصل له ترانسفورميشن لانذر فورم اللي هي الاكتف فورم في جسم الانسان، فهو ما فيهوش كارير ولا اتصمم عشان يحل المشكله. طيب مثال الباي بريكيرسور اللي احنا اتكلمنا عنه سريعا اللي هو نابيوميتون، ومن اسمه كده انها جايه من نفتالين، وبيو جايه من بيوتان اللي هم اربعه كربون اللي هنا دي كده، مي جايه من ميثوكسي، وميت جايه من ميثوكسي اللي هي الميثوكسي دي ميثوكسي، ثم اون دي كده جايه من الكربونيل بوند او الكربونيل جروب دي اللي هي موجوده في النابيوميتون. الدواء ده في الاساس ما كانش فيه مشكله، الدواء ده كان بيتاخد كانونسوليدات انتي انفلاماتوري وبيعالج الانفلاميشن والصداع، بس كان بياخد وقت مش سريع زي الادويه السريعه اللي هي اكتف. لما درسوا الميتابوليزم بتاعته هتلاقوا ان هو بيحصل له ميتابوليزم وتتكسر البوند اللي هنا دي كده، بحيث الاسيتيل اللي بره دي كده سي اتش 3 سي او تطلع، وانا بكسر كمان الكربون اللي جوه دي كده اللي هي مرتبطه بالكربونيل تتاكسد، يعني لما بيحصل ترانسفورميشن او الميتابوليزم تتكسر البوند اللي هنا دي كده وتطلع الاسيتيل خلاص كاسيتيك اسيد، والكربون اللي فاضله كمان هي تتاكسد وتتحول لكربوكسيل جروب، ويطلع لي حاجه اسمها 6 ام ان اي او 6 منع 6 ميثوكسي نفتالين اسيتيك اسيد، ده الاكتيف فورم. وده في الحاله دي كده بقول على النابل ان هو باي بريكيرسور مش كارير لينكد، هو برو دراج بس من النوع ايه الباي بريكيرسور وليس الكارير لينكد. تمام. طبعا الميزه فيه بيقدمها النابل ميتون ان هو مش زي النان ستيرويد ما فيهوش اي اسيتيك سنتر ما فيهوش كربوكسيل جروب، وبالتالي طالما ما فيهوش كربوكسيل جروب يبقى هو احنا قلنا حاجه من واحده من السايد افكت اللي هي بتاع الجي اي تي سايد افكت بتاع النان ستيرويد بشكل عام ان هي اسيدك اسيدك، وبالذات النان كوكس النان سيلكتيف كوكس انهيبيتور كلها فيها كربوكسيل اسيد، فلما باخدها في المعده عشان البي اتش بتاع المعده فبترصف في المعده، ترصف على الوول بتاع المعده، لو ما كانش في ميكس لاير تحمي جدار المعده فالاسيدك كومباوند دي او الاسيدك دراج اللي هي المسكنات دي كده بتعمل نكروزس في جدار المعده. ده كمان في ميزه ثانيه كمان، اول ميزه ان هو ما فيش اسيدك سنتر، والميزه الثانيه ان هو برو دراج. برو دراج يعني ما اما يتاخد على المعده ما يقدرش يعمل انهبيشن للكوكس 1 الموجود في المعده، فما يقدرش يعمل انهبيشن للسايت بروتكتيف افكت للكوكس 1 الموجود في المعده، فيطلع الميوكس والبيكربونيت اللي فيه بالكميات اللي تحمي جدار المعده وما يحصلش الالسر و جاستريتس زي ما بيحصل في بقيه النون ستيرويد الانتي انفلاماتري اللي هي اكتف اوريدي. طيب الجزء قبل الاخير بقى الفيزيكو كيميكال بروبرتيز بتاع الادويه، ودي بنتكلم عليها فيها على اللوك بي السولوبيليتي. هناخد يمكن مثال صغير او مثالين صغيرين خالص، هنتكلم على الووتر سولوبيليتي وازاي في الامتحان ممكن يجيني مساله واحلها وسهله جدا جدا. المساله دي قامت على ابروتش عامل واحد اسمه ليميك ليميك اناليتيكال ابروتش، ده قال كده ان الله يعني اللوك بي ممكن اخدها كانديكيشن للسولوبيليتي ازاي؟ مش انا اللوج بي بتساوي الريشيو ما بين تركيز الدراج في الاكتانول على الووتر؟ طب ايه رايكم؟ معنى ان اللوج بي عاليه يبقى الدواء بيروح الاكتانول بشكل كبير، ما معناه ان هو بيروح الميه بشكل قليل. ففي الاخر ممكن اخد من قيمه اللوج بي انديكيشن للووتر سيربيتي. تاني اللوج بي هي الريشيو بتاع دراج في الاكتانول لير على الريشيو بتاع دراج في الايكوس لير او الووتر. معنى ان اللوج بي تكون عاليه يبقى الدواء بتاعي بلايبوفيليك وبيروح الاكتانول اكتر من الميه، يبقى دوبانه قليل في الميه. معنى ان اللوج بي قليله يبقى الدواء بتاعي بيروح الميه ودوبانه في الاكتانول قليل، وهكذا. فممكن فليمك ابروتش ده او اناليتيكال ابروتش اعتمد على الحته دي كده، واعتمد كمان على حاجه ان كل جزء او كل مويتي او كل اتوم او كل فانكشنال جروب في لو انا عندي ستراكشر يعني كل مويتي فيه او كل فانكشنال جروب فيه ليها حاجه بيسموها باي فاليو، حسب لها حاجه اسمها باي فاليو. اكسبيرمنتالي هو حدد الباي فاليو بتاع مثلا الاتومز، حتى الاتومز حتى حاجه زي الكلور حتى الفينايل الكربونه لو كانت اليفاتيك لو هم سته مع بعض وعاملين فينايل رينج يبقى فكل واحده في الحاجات دي كده ليها باي فاليو. المطلوب منك
انك انت في الامتحان يجي لك استراكشر فتقدر تحسب اللوب بي، وبناء على اللوب بي وحسب تعريف السولوبيليتي اليو اس بي فارماكوبيا قالت والله او اتقال فيها والله ان الووتر سولوبيليتي as defined by USP pharmacopoeia is the solubility of greater than 3.3%. دي حاجه مهمه جدا تخلي بالك منها. انا اقول على الدواء مثلا الايبوبروفين امتى بيدوب؟ لو كان بيدوب بتركيز 3.3% جرام للملي، يعني في كل 100 ملي ميه لو بيدوب 3.3 جرام من الايبوبروفين فاقول عليه ووتر سولوبل. طب لو بيدوب 4 يبقى ووتر سولوبل. طب لو بيدوب 3 جرام 3% يبقى بقول عليه ووتر انسولوبل. خلي بالنا من الحته دي كده. اتلقوا من الدراسات بقى العلاقه بين السولوبيليتي واللوب بي ان ال 3.3% دي للادويه اللي عندها 3.3% اللوب بي فاليو بتاعتها 0.7 بلس 0.7، اخلي بالي من بلس 0.7. الله، يبقى الدواء لو اللوب بي بتاعته بوينت سوري بلس 0.5 سوري، فلو الدواء بتاعي اللوب بي بتاعتي طلع ليه لوب بي بلس 0.5 معنى كده انه بيدوب بنسبه 3.3%، معنى كده ان هو عرفت الدوبان بتاعه. اخلي بالك كمان ان اليو اس بي قالت هي سولوبيليتي اوف جريتر، يبقى لو انا عندي اكبر من 3.3%، لو عندي اكبر من 3.3% اقول عليه ووتر سولوبل. طب لو طلع 3.4% حسب تعريف اليو اس بي فارماكوبيا دي لو ما كانش جريتر يبقى ما اقولش عليه سولوبل، تمام؟ طب لو قال يبقى برضو ووتر انسولوبل. يبقى انا عندي تعريفين، ووتر انسولوبل او عندي ليميتس اللي هو 3.3%، اللي فوقها اقول عليه ووتر سولوبل، لو هي ايكوال ل 3.3% اقول عليه ووتر انسولوبل، لو هي اقل من 3.3% برضو اقول عليها ووتر انسولوبل. طب دي اجيبها ازاي من اللوج بي؟ هيجي لك استراكشر في الامتحان وهيجي لك جدول زي ده كده، ووظيفتك او قدرتك على انك انت تقدر تترجم الاستراكشر ده لفاليوز وتحسب لها اللوج بي فاليو بتاعتها. وعرفت اللوج بي فاليو يبقى تقدر تقول والله لو اللوج بي فاليو احنا قلنا 3.3% اللي هي بيرسنت جرام فوليوم في كل 100 مللي كام جرام هيدوبوا من الدراج، واللي هي تكافئ بوينت بلس 0.5. فلو انا عندي الدواء بتاعي بيساوي اللوج بي بتاعته طلعت اقل من 0.5 معنى كده ان هو بيروح الميه اكتر، ومعنى كده ان هو ووتر سولوبل. طب لو عندي لوب بي فاليو طلعت اعلى من نص موجه في نص يبقى الدواء بتاعي انسولوبل. طب لو طلعت نص بالظبط، ودي بعيد يعني ان احنا ننزل عليك بالشكل ده كده، فمعناها ان السولوبيليتي بتاعته تكافئ 3.3%، اليو اس بي فارماكوبيا قالت جريتر، جريتر يبقى ووتر انسولوبل برضه، ووتر انسولوبل. هيجي لك في الامتحان استراكشر زي ده كده، فتيجي تقول والله انا عندي ان اتش 2 هنا وان اتش 2 دي امين ودي امين، دي امين ثلاثي ودي امين واحد برايمري. فانا ما هجيب لك الجدول زي اللي كان في الصفحه اللي فاتت. فمش هينفع كل اللي انت هتعمله تقول والله انا عندي امين وامين اثنين، كل واحده فيهم كانت بماينس واحد يبقى عندي ماينس اثنين. عندي كم كربون اليفاتك؟ ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه. سبعه وفي هنا ايسايل باثنين بثمانيه. تمام؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 كربون اليفاتك، كل واحده فيهم ببلس 0.5 يبقى 9 في نص تطلع بموجب 4 ونص. خلي بالك من القيم الموجبه وسالبه. الموجب بيزود اللايبوفيليستي ولا بيزود اللوب بي، والسالب معناها ان الفانكشنال جروب بولر والسولوبيليتي بتاعتها في الووتر كويسه، يعني بتقلل اللوب بي وتحسن السولوبيليتي في الووتر. خلي بالك من القيم دي والاشارات. طيب عندي كمان فيناي رينج وفيناي رينج، قلنا كل فيناي رينج بي بلس 2 يبقى الاثنين فيناي رينج بي بلس 4. عندي كمان استر اللي هي سي او او، الاستر باللوب بي بتاعتها بي ماينس 7. فانت هتعمل جدول زي ده كده صغير في الامتحان، هيجي لك مساله واحده في الامتحان على ستراكشر وهنجيبه ان شاء الله سهل. فكل اللي انت هتعمله تجيب قلم رصاص صغير كده وتشوف الاستراكشر بتاعك عندي كذا وكذا وكذا، وهيجي لك الجدول في الجروبات اللي هي بالظبط في المولكيول. فمش هنجيب لك حاجه نزودها عشان نضايقك يعني. فيبقى لو احنا كاتبين لنا ثلاثه فانكشنال جروب يبقى اتاكد ان هم موجودين في الاستراكشر وانك انت هتحط القيم بتاعتهم. تمام؟ تجمعهم طلعت اللوب بي موجب 5.8. الله، ده اكبر بكتير من النص الموجب نص، وبالتالي الدواء بتاع ده كده ووتر انسولوبل. مثال تاني وتالت اهو، مثالين نخلي بالنا منهم جدا
ونذاكرهم كويس جدا جدا، بحيث ان دي امثله سهله وبسيطه يعني التطبيق عليها في الامتحان وارد. دي الحلول بتاعتها، مثلا حاجه زي الايبوبروفين او الكابتوبرين. انا عندي فينايل رينج، الفينايل رينج بلس 2، احط بلس 2 يبقى عندي واحد فينايل رينج بلس 2. عندي كام اليفات الكربون؟ ادي 1 2 3 4 5 6 6 في موجب نص بلس 3، وعندي كربوكسيل جروب بماينس 7 من 10، اجمعهم على بعض كلهم يطلع ادي 3 و2 5، 5 وسالب 7 يبقى موجب 4 و3 من 10. اللي هو ده ووتر سيلبل ولا لا؟ هتقول لي والله دي اكبر من بوزيتيف 0.5 وبالتالي ووتر ان سيلبل. خلاص السلايد دي كده، عايزين بس نقول عليها سؤال. دي غالبا اتشرحت مع دكتوره ايمان اللي هو الاسيد بيس بروبرتيز. انا بس عايز حاجه مهمه جدا او نقطه واحده بس كده اخدها منها، اللي هي ان الهندرسون ايكويشن زي ما خدناها ان هي البي كي اي بتساوي البي اتش زائد لوج الاسيد على السولت. انا عايز افهم بس المغزى من المهم من او النقطه اللي انا عايز اركز عليها، هي حكايه ان لو البي كي اي بتساوي البي اتش يبقى هودي دي هنا بالماينس فيبقى صفر، وبالتالي لوج الاسيد على السولت او ان ايونايزد على ايونايزد هيساوي صفر، الانتي لوج بتاعها بواحد، وبالتالي نسبه الجزء المتأين بتساوي نسبه الجزء غير المتأين. طب اذا كان نسبه المتأين بتساوي غير المتأين يبقى كده عندي 50% ايونايزيشن على طول. يعني لو انا عندي مثلا بيكر واخد فيه 10 جرام من الدراج مثلا الايبوبروفين، وخليت ظبطت البي اتش على قد البي كي اي، يعني البي كي اي بتاع مثلا الايبوبروفين 4 رحت مخلي البي اتش 4، في الحاله دي كده هتودي البي اتش الناحيه الثانيه تبقى ماينس، وبالتالي 4 ناقص 4 بصفر، ويبقى اجيب الانتي لوج هيطلع بواحد، وبالتالي نسبه الاسيد على السولت هتبقى واحد، يعني الاثنين قد بعض، يبقى 50% ايونايزد لو سالتك عن نسبه التأين. طبعا الهندرسون ايكويشن بحسب بيها نسبه التأين، وحبينا نركز بس على نقطه واحده بس فيها، وهي النقطه اللي احنا شرحناها دي كده، ان ات البي اتش بتساوي بي كي اي اكيد البيرسنت ايونيزيشن بتاع الدراج بتاعي هتبقى 50%. تمام، اهتميت بقى تحل السؤال ده وما تحلوش، اللي يهمني النقطه اللي شرحتها. طيب تعال بقى نتنقل لحاجه ثانيه في الدراج ديزاين، مصطلح اسمه دراج لايكنس. لما بعمل مركبات كيميائيه جديده زي ما بيحصل في الاقسام العضويه والميديسينال والعقاقير والحاجات دي، اما بجيب دواء او مركب كيميائي واجي مغيره واطلع مركب كيميائي جديد، ممكن المركب الكيميائي الجديد ده كده يبقى اول مره يتعمل في الدنيا، فيهمني هو انا بعمل المركب ده ليه؟ يعني ما انا ممكن اعمل مركبات كتيره جدا جدا وفي الاخر، وده اللي بيحصل في التخصصات الكيميائيه، وفي الاخر ما يكونش لها اي لازمه. المركبات اللي بعملها الجديده دي المفروض ان هي تكون بروميسنج، وان هي بروميسنج يعني ممكن تبقى دراج، ممكن تبقى دراج في المستقبل، يعني اروح بقى اقيمها فارماكولوجي وتوكسيستي وحاجات زي كده. من الحاجات المهمه او القواعد المهمه اللي قبل ما حتى احضر المركب في المعمل ابص عليها، اللي هو وانا برسم المركب على البرنامج مثلا زي كيم درو او برسمه في ورقه، من القواعد التي يجب مراعاتها في تصميم الادويه قاعده اسمها ليبينسكي رول او ليبينسكيز رول. ليبينسكي ده قال جاب الادويه كم كبير جدا من الادويه اللي كلها كانت اورال رياكتيف على فكره، وراح مجمع الخواص بتاعتها، يعني جمع المولكيولر ويت بتاعها، وجمع في كل ستراكشر، في اي ستراكشر بيبقى عندي مثلا فانكشنال جروب. الفانكشنال جروب دي قادره ان هي تدي تعمل حاجه اسمها هيدروجين بوند. هيدروجين بوند وسمعت عنها كتير جدا جدا في الكليه قبل ما تخلص اهو. الهيدروجين بوند في حاجتين، في طرفين، يعني لما يبقى عندي دواء عامل هيدروجين بوند مثلا مع الميه بيبقى فيها طرفين، طرف بسميه دونر وطرف بسميه اكسبتور. الهيدروجين بوند دونر هي الجروبات اللي هي بتعمل هيدروجين بوند وبيكون فيها هيدروجين، يعني كده هي اللي بتدي الهيدروجين. طب الهيدروجين بوند اكسبتور بيبقى العكس، ما فيهاش هيدروجين وهي اللي بتستقبل الهيدروجين او بتعمل بوند مع الهيدروجين بتاع حاجه زي الان اتش والاو اتش. فدي بسمي الهيدروجين بوند هنا في الحاله دي كده، او الهيدروجين بوند في الحاله دي كده بتتكون من جزئين، جزء هيدروجين بوند دونر، وجزء الثاني بسميه هيدروجين بوند اكسبتور اللي هو ما فيهوش هيدروجين واللي هو بيستقبل او بيعمل البوند مع الهيدروجينيه بتاع الجروب الثاني. من الحاجات كمان اللي درسها ليبينسكي لما جمع الادويه وبيدرس في خواصها اللوك بي بتاع الادويه، فطلع باستنتاجات. تلاقي ليبينسكي اتلقى ان معظم الادويه اللي بتمتص اورال المولكيولر ويت بتاعها اقل من 500 دالتون،
وتلاقي كمان انه الغالبيه الكبيره من الادويه اللي بتتاخد موجوده في السوق بتتاخد اورال، عدد الهيدروجين بوند دونر جروب زي الاو اتشات والان اتشات فيها بيبقى يا اما يساوي 5 يا اما اقل من 5 ايكوال اور ليس ذان. وتلاقي كمان ان عدد الهيدروجين جروبات اللي بتشتغل كهيدروجين بوند اكسبتور، هيدروجين بوند اكسبتور زي مثلا الكربونيل السي دبل بوند او، الاكسجينات بتاع الكربونيل دي كده بقول عليها اكسبتور ليه؟ لان فيها طول ومبير اوف الكترون ممكن يتعاطوا للهيدروجينيه اللي هنا في الان اتش او الاو اتش ويعمل معاها هيدروجين بوند. اتلقى بقى ليفينسكي ان عدد الهيدروجين بوند اكسبتور الموجود في اغلب الادويه اللي درسها اقل من 10. وما شاف اللوك بي بتاع اغلب الادويه اتلقى ان اغلب الادويه اللي بتمتص اورال في المجموعه الكبيره اللي درسها اللوك بي بتاعتها اقل من 5. فطلع بقاعده كده بيسموها الليبينسكي رول، ان هو وانا بعمل الموديفيكيشن، مش احنا اتكلمنا على الايزوستيريزم والبرودراج هنغير في الدواء، انا عندي الدواء فيه مشكله فاروح اعمل ايزوستيريك ريبليسمنت او اروح اعمل برودراج عشان احل المشاكل. طب وانا بغير وانا بعمل استر اختار الميثايل ولا الايسايل ولا البروبايل، ما كل دي الكحول ممكن اربطها مثلا بالدراج بتاعي، اختار اللي تحافظ لي على الليبينسكي رول في اوزين ذا ليميت. ايه الليميتس بتاع الليبينسكي؟ ان وانا بحط الكحول الجديد او الاسيد الجديد زي ما حصل مثلا مع الكلورامفينيكول والبرميتك اسيد، يكون هدفي ان المولكولار ويت بتاع البرودراج اللي هيطلع ما يزيدش عن 500 عشان يمتص اورال. واما عد الهيدروجين بوند دونر اللي فيه ما تزيدش عن 5، ممكن تساوي 5 بس ما تزيدش عن 5. واما عد الهيدروجين بوند اكسبتور اللي فيه المفروض ان هي ما تزيدش عن 10. واما احسب اللوك بي او بتاعته المفروض ما تزيدش عن 5، تمام؟ 5 فاليو، تمام. فاما اعمل كده وانا بصمم الادويه وانا بعمل الايزوستيريزم او البرودراج، يبقى كده حافظت على المركب بتاعي وزين ذا ليميت اوف ليبنسكيز رول، وبالتالي متوقع ان الدواء بتاعي الفارماكوكاينتيك تبقى كويسه وان هو يبقى اورالي اكتف. اخلي بالي من القاعده وانك تبقى فاهم الاربع حاجات دول وعارفهم كويس: النوكلر ويت اقل من 500، هيدروجين بوند دونر اقل من 5، اكسبتور اقل من 10، واللوك بي بتاعته ما يكونش اكتر من 5، والا هيبقى اتحول لمركب لايبوفيلك عالي والامتصاص بتاعه سيء. ده قواعد لازم اراعيها وانا بعمل الايزوستيريك ريبليسمنت وبطلع دواء جديد او واخد دواء عايز اعالج مشكله فيه فبحوله للبرودراج. لازم الموديفيكيشنز اللي هتحصل تكون وزين ذا ليميت اوف ليبينسكي رول. طيب اخر جزء هنتكلم عنه سريعا هو الدوكينج. والدوكينج هو عباره عن تكنيك جديده بتستعمل، ممكن بعدين يكون سمع عنها كتير، بتعتمد على وجود سوفت وير. السوفت وير ده له القدره ان هو يتعامل مع زي ما شفنا في المشروع او بتاع الاكتيفيتي بتاعنا، ان انا عندي البروتينات زي سايكل الاكسجينيز كده اتفصل وحصل له كريستلايزيشن في المعامل، وممكن يكون الكريستلايزيشن ده حصل في وجود دراج زي البروبروفين او سيليكوكسيد، فاصبح البروتين بتاعي في صوره كريستال اقدر اصورها بالاكس راي كريستالوجرافي واقدر اوصل احصل على شكل ثلاثي الابعاد للتيبيكال للاستراكشر بتاع البروتين وكمان جوه الدراج، وكده يبقى عرفت الاكتيف سايت بتاع الدراج. فيبقى عندي في الدوكينج لازم يبقى عندي بروتين متصور اكس راي، لازم يبقى عندي دراج جوه الاكتيف سايت يعني مرتبط بالبروتين، وعملت الكريستلايزيشن وصورته بالاكس راي كريستالوجرافي وحصلت على كريستال فيها متصور فيها كل مكان كل اتوم في البروتين موجوده فين، وحتى جزيئات الميه الموجوده من وانا بعمل كريستاليزيشن موجوده جوه البروتين او حواليه او كده بتبقى موجوده، وجواه كمان الدراج. ايه الميزه في التصوير ده او النوع ده من الشغل الريسيرش؟ ان انا بقدر اشوف شكل البروتين، تركيبه الكيميائي، الاحماض الامينيه شكلها وترتيبها موجوده فين، وبشوف اهم بقى من كل ده الاكتيف سايت بتاع البروتين بتاعي. ما هو انا لو خدت الايبوبروفين وحطيته مع الكوكس 1 وعملت كريستاليزيشن هيطلع لي الاثنين مع بعض، والبروفين مرتبط في المكان اللي هو الطبيعي ان هو يرتبط فيه. في الحكايه دي كده معناها ان انا اتعرفت على الاكتيف سايت، ومعناها ان انا اقدر اصمم ادويه جديده بناء على المعلومات اللي قدامي وعلى معرفتي للاكتيف سايت والاحماض الامينيه المكونه ليه وحجمه قد ايه، والدواء اللي هيتصمم يكون اصغر ولا اكبر، ويكون تركيبه شكله ازاي عشان يعمل انتراكشن هنا وانتراكشن هنا وانتراكشن هنا وهكذا. طبعا الدوكينج سيل سيميوليشن بتعتمد على سوفت وير كتير جدا موجود دلوقتي، بعض منها فري وبعض منها محتاج لايسنس. ميزه فيه طبعا ان هو قدم
يعني خدمة كبيرة في مجال تصميم الأدوية، وتصمم بيه أدوية كتير جدا ونفعت، وطلعت كأنتي فايرال وأنتي بكتيريال وأنتي انفلاماتوري وحاجات زي كده وأنتي كانسر وهكذا. مش عايز أقول لكم مثلا يمكن 95% من الريسيرش أو 90% من الريسيرش اللي بيتم على الكوفيد 19 بيتم من خلال مولوكيولار دوكينج ستادي وفيرتشوال سكريننج وريبربزنج للادويه الموجوده في السوق، وبتعتمد في الاساس على ان انا عندي سوفت وير يقدر يعمل الدوكينج ستادي وهكذا. طبعا في سوفت وير ممكن تعمل به الاستادي. ايه الاستادي اللي بتعملها او الدوكينج ستادي اللي بتعملها؟ انك انت بتقدر على ببرنامج على جهاز كمبيوتر انك انت ترسم الدراج بتاعك زي الايبوبروفين وتحوله ل 3 دي ستراكشر، ويبقى عندك من البروتين داتا بانك عندك الكريستال ستراكشر بتاع البروتين اللي انت هتشتغل عليه مثلا لو قلنا الكوكس 1، وتبقى عارف الاكتيف سايت فين، وتقدر البرنامج ياخد الدراج ده ويحطه في الاكتيف سايت ويدرس الانتر اكشن بناء على ان مثلا الدواء ده ممكن يحصل له روتيشن في كل الاتجاهات 360 درجه في كل الاتجاهات، ويقدر كمان يحصل روتيشن جواه. يعني لو في مثلا ان اتش مرتبطه في البنزين رينج او اتش مرتبطه بالبنزين رينج، فدي سي دي بوند ممكن يحصل روتيشن عليها وهكذا. فيقدر يفضل او البرنامج له القدره ان هو يحسب الانتر اكشن بتاع الدراج بتاعي او الليجند بتاعي او الدراج اللي انا مصممه الجديد في الاكتيف سايت، ويقيم الافينيتي ويتوقع اذا كان الدواء ده هيكون اكتيف ولا لا، واكتيف اكتر من حاجه موجوده في السوق ولا لا وهكذا. شغل الكورونا فيروس معتمد على فصل بروتينات زي كده، اتفصل يمكن من اول 2020 يمكن شهر واحد او اثنين اتفصل اول بروتين اللي هو انزيم اسمه ام برو، اول انزيم اتفصل من كوفيد 19 واللي كان عليه شغل كتير كومبيتيشنال كيمستري ودوكنج ستادي. فده مجال يعني كبير جدا ومجال لذيذ جدا جدا واتراكتيف، يعني من الحاجات اللي هي الناس بتلاقي الريسيرشر بيلاقوا في نفسهم ان انا بوصل لمرحله فيها من السيميوليشن ان انا تقريبا شايف الريسبتور او الانزيم وشايف الاكتيف سايت وقادر اعمل سيميوليشن للجزء من اللي بيتم في الحقيقه في الواقع لما الدواء بيخش جسم الانسان ويروح البلاد وبعد كده يروح الريسبتور في الخلايا او في على الممبرين بتاع الخلايا ويرتبط ويعمل الاكشن بتاعه. فدي الدوكنج السليم ماشي. يبقى هي عباره عن ميثود تو بريدكت ذا بريبيرد اورينتيشن اوف وان مولكيول. انا بشوف بتوقع الليجند ده او الدراج ده الاسود ده جوه البروتين هياخد اي شكل واي وضعيه واي انتر اكشن وقوه الانتر اكشن ده، وقيسها على حاجات اوريدي بتشتغل على التارجت بروتين. طبعا احنا بنحتاج الدوكنج ليه؟ ان انا اقدر اصمم بيه مركبات جديده ممكن تكون بوتنشال دراج في المستقبل، ممكن تكون أدوية مهمة في المستقبل. من النقط اللي ممكن تجيلك في الام سي كيو، وات دو وي نيد فور دوكينج. عشان اعمل دوكينج ستادي زي ما شفنا من شوية محتاج بروتين ستراكشر ومحتاج ليجند ستراكشر، واكيد محتاج بقى سوفت وير اللي هيقدر يتعامل مع الاثنين ويعمل الستادي. فانا تاني محتاج دوكينج سوفت وير ومحتاج بروتين ستراكشر ومحتاج ليجند ستراكشر. امثلة لبعض الحاجات اللي برضو ممكن يجي لك سؤال في الام سي كيو، اعرف بس اسماء البرامج المشهوره. البرنامج اسمه اوتو دوك، ده منتج ل سكريبس ريسيرش انستيتيوت في امريكا، وده كان بلايسنس وبعد كده بقى فري، واغلب الناس في الدول اللي زي حالتنا كده مصر ودول الشرق الاوسط والهند والحاجات دي بيشتغل بيه الاوتو دوك على اساس ان هو ملوش لايسنس الوقت، يعني مش محتاج تعمل تشتري لايسنس فهو فري. بس عيبه طبعا ما حصلوش ابديت يمكن من 2011. طبعا ده من اوائل الادويه البرامج اللي طلعت، وبدايته كانت في سنه 96 اول حاجه ليه. بقيه البرامج ظهرت في فترات متاخره، فكان ده يعتبر ليد في المجال ده، بس طبعا من 2011 وقف المعهد الابديت بتاعه وحتى اللايسنس بتاعته وقعت، فبقى الناس بتستعمله عادي ب في الفري. بينما الحاجات اللي تحت دي كده دي محتاجه سبسكريبشن، محتاجه لايسنس، محتاجه انك انت تدفع فلوس وفلوس كتيره، من ضمنها طبعا
لايت واكس والمولكيولار اوبريتنج انفايرمنت او بيسموه الام او اي. وده البرنامج ده موجود في جامعه النهضه، وحتى مشترين حوالي 20 لايسنس تيتشنج لايسنس، وبيدرس الطلاب عليه في جامعه النهضه. تمام. طبعا اسعار البرامج دي عاليه جدا، يعني الام او اي التيتشنج لايسنس بتاعتي مش رخيصه، ممكن تكون في حدود 50,000 او 100,000 او حاجه زي كده سنويا. انما اكس ولايد و الاوتو دوك فري. في برامج تانية لا غالية جدا، لدرجة ان مفيش مؤسسة حتى تقدر في مصر يعني تقدر تقوم بان هي تدفعها قصاد الاوت كام اللي بيطلع منها، المخرج اللي بيطلع منها مش كبير يعني. انا ممكن اعلم الطالب على ديسكفري ستوديو اللي هو مثلا اللايسنس بتاعته ب نص مليون جنيه، قصاد ان انا لا ممكن استعمله اعلمه على فري سوفت وير زي الاوتو دوك او اونلاين، حتى في ويب بيزد ابلكيشن او ويب سيرفر ممكن تعمل عليها دوكنج ستادي فري فور فري، بدون ما تحتاج حتى تنزل برنامج او حاجه زي كده. ده يجي في الامتحان ازاي؟ يجي في ام سي كيو، انك انت تعرف مثلا اسم البرامج ازاي كده. احنا خلصنا، وكنت متوقع اخلص في ساعه، بس خدت ساعه وثلث. احيانا كنا بنقول حاجه اذا كنا حابين نقدم معلومه، طبعا المعلومه دي الوقت كنا شرحنا الاجزاء دي باستفاضه، وكنا حاولنا نحط فيها كم من المعلومات الكتير جدا جدا اللي ممكن يكون مفيد. عذرنا يعني ان الدنيا زنقه، وعذركم برضه ان الدنيا زنقه. الاهم نسمع الفيديو ده ونفهمه كويس جدا جدا. لو في حاجه مش مفهومه، نقطه مش مفهومه وحبيته نوضحها، ممكن نوضحها، ممكن تتواصل معانا نوضحها. سمعت الفيديو ده وركزت فيه، ان شاء الله مش هتحتاج تذاكره تاني غير مثلا مذاكرتين ثلاثه بس مش اكتر. الأهم تاني نركز في جزء الدرج ديزاين. لو بتكلم على الفيديو لينس ده تقريبا ساعة أو ساعة وثلث، وأعتقد دكتور إيمان أقل من كده، الدكتور نهى يعني بتكلم في حدود 3 ساعات مثلا للكورس كله. ده معناه إنك أنت لازم تجيب فيه امتياز، ومحدش هيكون له عذر إن هو يسيب درجة أو حاجة زي كده. ان شاء الله بالتوفيق، ويا رب كده الناس كلها تجيب امتياز وتجيب الفول مارك كلها في الماده دي كده، وربنا ييسر الحال، ونشوف الناس اللي في اخر سنه ان هي خلصت، والناس اللي في سنه رابعه تكون في سنه خمسه وبتخلص. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.